مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. برحب بحضراتكم وحلقه جديده من المحترف في الدوري المصري. حضراتكم متابعين معانا ان شاء الله دايما يوم الاثنين بيبقى المحترف وحديث عن الكره العالميه. يوم الجمعه بنفرد مع حضراتكم وبنشوف مع حضراتكم ملفات الكره المصريه، منها الدوري المصري ومنها كل ما يتعلق بالكره المحليه، و يعني وكمان بنأكد وبنشوف خطوات نادينا العظيم النادي الأهلي على مستوى المشوار المحلي. الحقيقة المشوار المحلي بدأ خلاص، وزي ما قلنا لحضراتكم نادي الأهلي بيطوي صفحة بطولة أفريقيا ورقم 11، وبيستعد أو استعد أو خلاص خاض مباريات وعودته للدوري الممتاز. الحقيقة الموضوع بيبقى فيه يعني في استراتيجي كده معينة، وخاصة النادي الأهلي يمكن عنده يمكن عدد مباريات كبيرة جدا جدا، بدأها امبارح مع اللقطة اللي قدام حضراتكم بالفوز على نادي حرس الحدود بثلاثية نظيفة. الحقيقة يعني عايز أتكلم، مش هتكلم فنيا، هتكلم فنيا عن هذه المباراة مع ضيوفنا الكرام. النهاردة عندنا اتنين من الضيوف الكبار، الكابتن عادل تعيمة والكابتن عمرو الحديدي، يعني نتكلم عن المباراة فنيا. لكن خلينا نتكلم مع حضراتكم يعني في بعض المكاسب، يعني المكاسب اللي شفناها في مباراة امبارح. اولا النادي الاهلي بيكسب بثلاثية، اعتقد دي المرة السابعة او الثامنة ثلاثية نظيفة في مشوار الدوري. بنتكلم على بعض العناصر اللي ظهرت بشكل اكثر من رائع رغم الغيابات الكثيرة لبعض اللاعبين الاساسيين، منهم محمد هاني ومنهم كهربا ومنهم يعني بيرسيتاو شارك في جزء من المباراة، حسين الشحات، بنتكلم على حمدي فتحي في بعض الإصابات، ولكن الأهلي دايما بما حضر. والمباراة امبارح الحقيقة مباراة يعني هي تسخين واستعداد إن شاء الله قدامنا أربع مباريات كمان في الدوري ونحسم ملف الدوري العام. بنحسم ملف الدوري العام، ولكن في بعض الناس بتسبق الأحداث شوية. طيب هو بيفكر إزاي كولر في المرحلة اللي جاية؟ المرحلة اللي جاية الحقيقة مرحلة محتاجة شغل كبير جدا جدا. كسبنا بطولة خلاص قفلنا على الجزء ده، كسبنا بطولة أفريقيا بشكل أكتر من رائع، عندنا يا جماعة بطولات كثيرة جدا، وإحنا كنادي وكفريق وكجماهير وكإدارة ما بنقبلش غير بالبطولات. يعني النادي الاهلي عنده بطوله كاس مصر خلاص، يعني يوم الاحد في مباراه مع فريق منتخب السويس النادي الاهلي بيستعد لها، كمان بعديها في كل ثلاث ايام مباراه في الدوري. ان شاء الله النادي الاهلي اربع مباريات كمان ويحسم بطوله الدوري بشكل رسمي. لكن بدات الناس تتكلم وبدات الناس تقول طب هو كولر بيفكر ازاي؟ هل هيدفع بالناشئين، اولاد من قطاع الناشئين؟ هل هيدي الفتره اللي جايه فرص للناس اللي ما لعبتش خلال الفترة اللي فاتت تكون موجودة؟ الحقيقة كل دوت يعني محتاج تنظيم ومحتاج استراتيجي كويس قوي من مارسيل كولر اللي بيعمل الروتيشن بشكل أكتر من رائع في الفترات اللي فاتت. يعني كمان الفترات اللي فاتت عايز أقول لحضراتكم كان في ضغوط كبيرة جدا على النادي الأهلي في المباريات الأفريقية وفي الدوري وفي الكاس وكاس السوبر، وإحنا شفنا البلان وشفنا الاستراتيجي اللي حطها كولر الحقيقة، وكان شكلها أكتر من رائع. عملية الروتيشن في وقتها، دفع اللعيبة في وقت معين من المباراة، الريكفري الأكثر من رائع، الحمد لله تاتش وود، عندنا يعني عدد من الإصابات قليل الحمد لله مقارنة بالسنة اللي فاتت. فده بيقول لك أو بيديك انطباع إن الراجل شغال بشكل علمي، الراجل شغال معاه ستاف على أعلى مستوى، شغال كمان باستراتيجي إزاي أدفع لعيب وأجيب لعيب يريح في وقت معين. كل دوت الفترة اللي جاية هيبان بشكل أكبر. ويمكن هو في بعض الأحاديث قال يعني ما تسألنيش هلاعب يعني الناس اللي ما بتلعبش أو هلاعب حد من قطاع الناشئين دلوقتي، بطولة الدوري لم تحسم، ده من كلام كولر، بطولة الدوري العام لم تحسم بعد، ولكن يتبقى إن شاء الله أربع مباريات فوز للنادي الأهلي بإذن الله ويتوج رسميا ببطولته المفضلة رقم 43. إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا الأهلي. زي ما بقول لحضراتكم مباراة امبارح كان فيها عدد كبير من اللعيبة اللي كانت يعني ما بتشاركش بشكل كبير. شفنا لعيب زي أحمد القندوسي بيلعب في وسط الملعب المدافع وأدى أداء أكتر من رائع، شفنا قفشة بيظهر بشكل جيد، مش هقول شكل ممتاز، شكل جيد جدا وخد مان أوف ذا ماتش. شفنا كمان يعني خالد عبد الفتاح بيلعب باك يمين مكان محمد هاني ولعيب مميز جدا ومكسب للنادي الأهلي.
شفنا يعني الحقيقه عبد القادر كمان واحرز هدف اكتر من رائع، وكلنا امال ان احمد عبد القادر كمان يعود لمستواه. هو في الطريق عنده موهبه كبيره جدا جدا، لازم يستغلها بافضل اسلوب عشان يفيد نفسه ويفيد النادي الاهلي. دايما زي ما بقول لحضراتكم النادي الاهلي يعني ما فيش حاجه عنده اسمها فريق اساسي وفريق احتياطي، يعني ما عندناش لغه البديل، وده الكلام البروفيشنال. يعني انا عشت يعني اكتر من 15 سنه، ما فيش بره يقول لك اصل اللعيب ده احتياطي واللعيب ده اساسي، لا في تيم. ولما تسال اي مدير فني كبير عالمي هيقول لك ما عنديش، انا عندي السكواد، عندي 25 عندي 30 لعيب، ما عنديش حاجه اسمه لعيب اساسي ولعيب احتياطي. الجمله دي يا جماعه للاسف يعني لازم تتشال من قاموس الكره المصريه، وبتبدا من قطاع الناشئين، من الولاد الصغيرين يقول للمدير الفني يقول لك لا انا عندي لعيب اساسي ولعيب احتياطي. الكلام ده مش موجود ومش لازم يكون موجود حتى في ثقافة الولاد اللي تحت، ثقافة قطاع الناشئين، الولاد الصغيرين لازم يعرفوا ان احنا بنلعب تيم واحد، كل الفرقة السكواد كله تيم واحد، مفيش حاجة اسمها احتياطي واساسي، في رؤية فنية للمدير الفني، في ادوار بتتوزع على الفريق بشكل كبير جدا. وياما شفنا امثلة كثيرة جدا في بعض اللعيبة اللي يتقال عليها كان لاعب احتياطي وهو اللي بيحسم بطولة وبيحسم مباراة وبيحسم كاس وبيحسم دوري. فالامور الحقيقه في النادي الاهلي ماشيه بهذا المنوال، كولر بيتعامل مع سكواد كامل، بيتعامل مع اولويات هو شايفها من وجهه نظره الفنيه، امتى قعد ده، امتى لاعب ده، امتى ده يعمل ريكفري، امتى ياخد اجازه، امتى ده يريح، امتى ده يلعب اكتر من مباراه ورا بعض حتى لو المستوى الفني ملوش مردود. كل دوت الحقيقه يعني وسائل يعني اداريه وعلميه وعلى مستوى الخبرات بتمثل في جهازنا الفني والاداري في النادي الاهلي. من المشاهد اللي شفناها امبارح الحقيقه كانت رائعه، يعني كمان قبل انطلاق المباراه لازم ندي طبعا فريق حرس الحدود يعني هارد لك، يعني هبوطه لدوري المحترفين، ولكن الممر الشرفي الحقيقه الممر الشرفي اللي عمله فريق نادي حرس الحدود اللي قدام حضراتكم، ده شيء يعني يحترم، وده الطبيعي. خلي بالكم يا جماعه يعني هو ده الطبيعي في كل بلاد العالم وكل دوريات العالم، عمليه احترام البطل، وكمان ده بينعكس على احترام كمان فريق حرس الحدود وانعكاس احترام كل جماهير النادي الاهلي واللي بتشجع طبعا النادي الاهلي احتراما لهذا الفريق اللي نتمنى له ان شاء الله التوفيق في الموسم القادم ويصعد مره ثانيه الى الدوري الممتاز. كل التحيه الحقيقه لنادي حرس الحدود على اللفته الطيبه والجميله اللي عملها بكل حب في ظل طبعا ظروفه السيئه والصعبه بعد طبعا هبوطه رسميا للدرجه او دوري المحترفين. المناظر الحقيقه كمان اللي كانت تابعناها في مباراه امبارح، الحقيقه الهدف الجميل اللي احرزه احمد عبد القادر، في حاجات كده بتبقى لازم اللعيب يستغلها ان هو يرجع ويدوس على نفسه ويرجع لمستواه تاني، دي من الحاجات اللي ممكن جدا احمد عبد القادر يستغلها ويبدا يبني عليها. قفشه على سبيل المثال فترات ما بيلعبش كتير قوي، ظهر بشكل مناسب جدا، شكل جيد جدا، عمل 2 اسيست اكتر من رائع، وبالتالي يبني على دوت الفتره اللي جايه. النادي الاهلي محتاج كل لعيب في السكواد، النادي الاهلي محتاج كل لعيب في السكواد، وده مش كلامي، ده كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ، ده كلام مارسيل كولر لكل اللاعبين، انتوا عندكم ادوار واحنا عندنا بطولات، البطولات ان شاء الله باذن الله لا تغيب عن النادي الاهلي في هذا الموسم الاستثنائي. ومن ده هاخدك لكولر، يعني الحقيقه كمان مارسيل كولر كل يوم وكل مباراه وكل بطوله يعني جماهير النادي الاهلي بتثق فيه اكتر واكتر، اداره النادي الاهلي اكيد عندها ثقه في هذا المدير الفني، لكن كمان مهم جدا اقتناع اللاعبين وثقه اللاعبين في المدير الفني، ده شيء مهم جدا جدا في السكواد، شيء مهم جدا في فريق كره القدم، انه عنده ثقه في المدرب دوت، عنده قناعه بهذا المدرب، والحقيقه هذه القناعه واصله لكل لاعبي النادي الاهلي لمارسيل كولر. على المستوى الملعب بيقدم اداء اكتر من رائع، رؤيه للمباراه اكتر من رائع، لكن كمان على مستوى التصريحات، وده جزء كبير من شغل المدربين. عايز اقول لحضراتكم يعني الواحد وهو بيعمل، وانا درست هناك في المانيا عمليه واحنا بناخد اللايسنس واحنا بناخد الرخصه التدريبيه، فيها حاجه اسمه كيف تتعامل مع الاعلام، ده جزء لازم بتدرسه، ازاي تتعامل مع الاعلام وانت مدير فني تحت ضغوط كبيره جدا، ازاي تتكلم، ازاي تطلع اللفظ، ازاي تحافظ على التيم بتاعك من اي انتقادات. الحقيقه ده جزء علمي وبيدرس يعني خلال المدربين او اللايسنس اللي بتتاخد،
ده جزء لازم الناس بتشتغل عليه بشكل كبير جدا. واضح جدا ان مارسيل كولر عنده هذه الموهبه، عنده هذه الملكه، ازاي بيتعامل وبيتكلم بهدوء شديد في المؤتمرات الصحفيه. الحقيقه كمان خلينا استغل الفرصه، المؤتمرات الصحفيه في مصر للاسف ما بين قوسين كده غير احترافيه. يعني ممكن جدا واحد يطلع يشطح بسؤال خارج النطاق تماما وبعيد عن المهنيه بشكل كبير جدا. يعني في امثله كثيره على كده، ولكن اللي عاجبني ان مارسيل كولر بيكون عنده نوع من انواع الهدوء، ما عندوش نوع من انواع النرفزه، ما عندوش نوع من انواع العصبيه، حتى لو سؤال راح له بشكل قد يكون وراءه حاجه مضره للنادي الاهلي بيتحفظ جدا جدا في اللي بيقوله. الحقيقه تصريحات كولر بعد مباراه امبارح يعني حابب ان احنا نوريها لحضراتكم، نشوفها مع حضراتكم بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثيه. قال ايه مارسيل كولر؟ نرجع كمان نتكلم في بعض النقاط اللي قالها في المؤتمر الصحفي. Vorbereitung war noch schwierig, natürlich nach dem Champions League Finale, nach dem Sieg und Nationalmannschaftsspieler sind gleich alle weggegangen. Wir hatten nicht so viel Zeit, sind zwei Tage, vor zwei Tagen sind die letzten Spieler zurückgekommen. Und natürlich viel Freude, viel Spaß. Aber das heißt natürlich auch, dass der Fokus nicht so auf dem Spiel ist. Und ich glaube, es hört gar keiner zu, also es muss gar nicht sein. Hey, die warten, bist du fertig? Ich will sowieso übersetzen, ja. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier das Spiel gewinnen konnten. Wir haben auch recht viel durchgemischt und ja, und haben sicher verdient das Spiel gewonnen. كان في صعوبة أو صعوبة المباراة كانت أكتر في التحضير للمباراة بعد الفوز بدوري الأبطال بنتيجة كبيرة وفوز كبير وفرحة كبيرة. بعد كده كمان راحت لعيبة المنتخب، إحنا قعدوا أيام كتير، إحنا اللعيبة ما جات لناش غير من يومين بس، إن اللعيبة بدأت ترجع كلها تاني أو يبقى عندي القائمة كاملة من يومين. فالتحضير للمباراة دي والأجواء طبعا اللي بعد الفوز فرحة كبيرة وسعادة كبيرة جدا وطبعا نتيجة كبيرة، لكن ازاي ان التركيز اقدر ارجعه تاني وان احنا نقدر ان احنا نركز في ماتشات الدوري، دي كانت صعوبة المباراة. ازاي ان انا بعد كل ده وبعد كل الغيابات دي والناس لسه راجعة من يومين ان انا ادخل فرقة تاني في أجواء الدوري، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على ده. عملنا تعديلات كتير في التشكيل ورغم كده النهاردة الحمد لله كسبنا مكسب كبير ومستحق. بس Nein, der hat natürlich jetzt auch viel gespielt, er ist ein intensiver Spieler, er ist ja nicht der Einzige, der Shahed hat ja auch nicht gespielt in Marlon. Ist auch nichts Offizielles über Handy. Ja, 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 und von daher ja, ist das eigentlich auch normal und gut, dass die Spieler, war ja auch noch bei der Nationalmannschaft und das ist halt sehr intensiv, die Zeit, und es ist gut, wenn man auch mal dann Pause macht. لا خالص، الموضوع كله ان حمدي يعني انا غيرت في التشكيل لان كان في ضغط مباريات كتير، وهو وكان برضو حسين الشحات مشاركين في المنتخب ولعبوا ماتشات مع المنتخب لسه راجعين، ارهاق كبير جدا، ما خدوش اي فتره راحه بعد ماتش نهائي دوري الابطال. فبالتالي الموضوع كله ان انا بريح بعض اللعيبه من الضغوط الماتشات اللي الفتره الاخرانيه، مش اكتر من كده. انا اولا بشكر حضرتك، لكن احنا انا لسه ما عدتش سنه، انا لسه بقالي بعض شهور لسه. So lange da, es sind viele natürlich neue Informationen, es sind viele neue Eindrücke, die wir auch gesammelt haben. Aber natürlich auch bei Al Ahly ein großer Club, der natürlich auch gut aufgestellt ist. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier sind und zusammen erfolgreich sind. فبالتاكيد هو ما كملتش سنه، لسه انا فتره قصيره موجود، لكن في الفتره دي جالي خدت معلومات كتير، انطباعات كتير عن الكره الافريقيه، وطبعا ان انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، نادي منظم، نادي عنده اسس، وانا سعيد جدا بان انا متواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي وان انا قادر ان انا اعيش في الاجواء دي. Ja, also das ist mir bekannt, dass also unsere Fans kaum haben wir einen Titel geholt, dann ist, bevor der Abend zu Ende ist, wird schon der nächste verlangt. Und ja, ich nehme das einfach so hin. Also ich versuche natürlich, weil ich selber auch gerne Pokale hole oder gewinne und das als Spieler oder als Trainer jetzt auch schon
paar Mal erleben durfte. بالنسبه للنص الجزء الاول من السؤال، ان انا طبعا انا خلاص عرفت جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايز على طول بطولات. الليله ما بتخلصش بعد ما بنكسب البطوله، يعني ما بتعديش الليله وننام عليها، بيكون بيطالبني بالبطوله اللي بعدها على طول. لازم اتقبل ده وانا متقبله، لانه جزء كمان من شخصيتي. انا كمان بحب البطولات، بحب جعان بطولات، نفسي ان انا اخد كل البطولات، ونفسي ان انا احقق لهم طموحهم ان احنا ناخد كل حاجه. انا كمدرب وقبل كده كنت كلاعب، حصلت على بطولات، عارف الاحساس ده، ونفسي ان انا احس بيه على طول. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, wir wollen den nächsten Titel, wir wollen Club-WM, wir wollen Super League und wir wollen alles gewinnen, als dann zu arbeiten. Das Arbeiten, das zu erreichen, ist natürlich viel die größere Arbeit, als einfach zu sagen, hallo, da müsst ihr und da müsst ihr. كمان في نقطة تانية، سهل جدا إن أنت تقول احلامك وطموحاتك، انا عايز ده وعايز ده، انا عايز اخد كاس العالم للانديه، انا عايز اخد الدوري السوبر ليج الجديد، انا عايز اخد البطولات دي كلها. سهل ان انت تقول، الاصعب اللي هو الشغل، ان انت تشتغل عشان تحقق كل الطموحات دي. ده اللي احنا فيه، وده التعب الكبير، ان انت عشان الكلام سهل والاحلام سهله، لكن التنفيذ وان انت تحقق ده هو ده الصعوبه. Dalim Malul ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, der in dem Sinne auch leicht zu führen ist, der natürlich ein hervorragender Spieler ist, der sehr wichtig ist auch für dieses Team, der auch eine Persönlichkeit ist, und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn bei uns haben. بالنسبة لعلي معلول، علي معلول لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير جدا، لعيب سهل جدا ان انت تبقى مدرب ليه او تقوده، لان هو بيسهل لك كل حاجه. هو لعيب عارف واجباته، لعيب محترف، علي شخصيه كبيره جدا، لعيب كبير جدا فنيا وكمان كشخصيه، ولعيب مهم لينا جدا، لعيب مهم لفرقه النادي الاهلي. وعشان كده انا سعيد جدا ان انا عندي لعيب زي علي معلول في الفرقه. Wir fertig zu spielen. Also wir haben die Meisterschaft bis jetzt noch nicht gewonnen. Also heißt das, wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele oder auf das nächste Spiel. Das ist jetzt am Sonntag im Cup gegen Suez. Und nachher geht es in der Meisterschaft weiter. Und was dann nachher ist, das interessiert uns oder mich jetzt aktuell. أنا بالنسبة لي الدوري لسه لم يحسم، وبالتالي كل الأمور لسه مفتوحة. هركز في الدوري وهبذل كل جهدي انا ولاعيبتي ان احنا نكسب الماتشات. الدوري عندنا ماتش يوم الاحد في الكاس ضد السويس، هنركز فيه. بعد كده عندنا هنرجع تاني لماتشات الدوري، وبما اني لسه ما حسمتش حاجه فما بفكرش ابعد من خطوه الماتش الجاي، وبعد ما نخلص ماتشات الدوري ما نتكلم. لكن انا ما فيش افكار خالص بخصوص حاجه زي كده. الحقيقه زي ما شفت مع حضراتكم، يمكن دونت بعض كده الملاحظات هقولها مع حضراتكم، لكن واضح الهدوء في شخصيه كولر، واضح عمليه التنظيم في شخصيه كولر. هقسم اللي احنا سمعناه او شفناه جزئين، جزء على المستوى الشخصي وجزء على المستوى الفني. على المستوى الشخصي، تطابق شخصيه كولر هو نفسه كراجل عنده طموح وعنده أمال كمدير فني مع شخصية النادي الأهلي. هو الراجل بيقول لك إحنا النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ما بتشبعش بطولات، يعني بناخد بطولة قبل ما بننام، الناس بتكلمنا على البطولة اللي جاية ناخدها، الناس تكلمنا على اللي بعديها وهكذا. وده اللي يتطابق مع شخصيتي. أنا شخصيتي راجل طموح، بحب جدا الصراع والتحضير ويعني التحفيز على الفوز بالبطولات. ويمكن حضراتكم فاكرين في بعض وسائل السوشيال ميديا كان الراجل من امنياته ان هو طبعا يفوز بدوري الابطال، سواء على المستوى الاوروبي تشامبيونز ليج او على المستوى الافريقي. يعني كمان الراجل بيكتب احلامه وبيكتب امنياته، وده شيء مميز جدا لما يكون عندك هذا الطموح وهذا الشغف. ودايما بتكلم لو المدير الفني ما عندوش هذا الشغف مش هيتنقل للعيبه. يعني انا لو مدير فني عندي كفايه من البطولات واللعيبه ممكن تحس مني البطوله كسبناها اوكي، ما كسبناهاش خلاص. الموضوع ده بيفرق جدا جدا حتى مع اللعيبه، على مستوى انك بتنقل احساسك وبتنقل طموحك للعيبه، وكمان اللعيبه للمدير الفني. لو لعيبه النادي الاهلي ما عندهاش وما بتنقلش هذا الانطباع للمدير الفني، هو كمان ممكن يهمل. فعمليه تطابق شخصيه كولر مع شخصيه النادي الاهلي دي موجوده. الاثنين عندهم طموحات كبيره جدا، الاثنين بيسعوا للبطولات. اتكلم كمان على الصعوبات اللي بتواجه البطولات. احنا ممكن زي ما بيقول الكلام سهل، ممكن نتكلم عايزين كل يوم بطولة، الكلام سهل، لكن الأهم منه واللي هو بيركز عليه جدا جدا عملية التحضير للبطولات. التحضير ده عملية مهمة جدا في شغل كولر على المستوى، على حتى مستوى الشخصي. وهنقل مع حضراتكم على المستوى الفني كمان عملية التحضير بالنسبة له. هو الراجل قال زي ما بقول لحضراتكم،
انا لسه الدوري ما انتهاش، احنا عندنا بطوله دوري، بيتكلم على الروتيشن لما بيسالوه على حمدي فتحي. لا انا حسيت ان حمدي فتحي لسه هو وحسين الشحات مجهوده لسه بعد عودته من المنتخب لسه ما يقدرش يخش المباراه، وبالتالي عمليه الروتيشن اللي بقول لحضراتكم عليها دي عمليه تنظيميه بيقوم بيها على اعلى مستوى. كمان اتكلم على علي معلول ان الراجل مش محتاج يقول لعلي معلول تعمل ايه، وعلي معلول شخصيه كمان تطابق شخصية النادي الأهلي. اتكلم كمان الحقيقة على نقطة مهمة جدا، وهو انه بقاله وقت قليل، يعني بقاله 8 شهور تقريبا، والثمان شهور دي الحقيقة قدر في وقت قليل قوي انه زي ما بقول لحضراتكم مهم جدا ان يعني بيكسب ثقة جماهير النادي الأهلي، انه يكسب ثقة اللاعبين واقتناعهم بيه كمدير فني كبير، انه يحصد بطولات كثيره وصعبه جدا في هذه الفتره القصيره، وبالتالي تحس ان الناس خلاص نسيت كولر، انه بقاله شهور قليله في مصر، انه اول مره مدير فني سويسري، او اول مره هو بالنسبه له هو يشتغل في هذه الاجواء، اجواء الافريقيه، البطولات الافريقيه. حضراتكم عارفين الاجواء مختلفه تماما، اذا كان في سويسرا، المانيا، كل الدول الاوروبيه اجواء بتختلف، هنا في مصر الضغوط بتبقى عامله ازاي، وخاصه لما بتلعب او بتدير نادي كبير بحجم النادي الاهلي، الضغط الجماهيري عامل ازاي، كل 3 ايام مباراه، السفر لافريقيا عامل ازاي، البطولات، الملاعب في افريقيا، كل ده اجواء بالنسبه للراجل لسه اول مره يشتغل فيها، ولكن الحقيقه اجتازها بنجاح كبير جدا، وكانه عنده هذه الخبرات يعني منذ سنوات وسنوات. فالحقيقه كل التقدير لكولر، كل التقدير للاعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله منتظرين المزيد والمزيد من البطولات باذن الله. زي ما كولر قال، عندنا يوم الاحد مباراه مع فريق منتخب السويس في كاس مصر، بنستعد ليه بشكل جيد، ومباراه الكؤوس ليس لها امان، يعني تاني بعيد، يعني مباراة الكؤوس نخلي بالنا منها جدا ونركز جدا جدا، لان مباراة الكؤوس ايا كان بتلاعب مين دايما بتكون خداعة، وما كنتش بتنزل مركز كويس قوي عشان تنهي المباراة ممكن تاخدك في سكة تانية خالص. كل التوفيق للنادي الاهلي. عندنا اخبار عايز زي ما بقول لحضراتكم على مستوى كرة القدم، الحمد لله مجلس ادارتنا بيحقق نتائج كبيرة جدا، لكن كمان على مستوى الانشاءات. الحقيقه النادي الاهلي بيستهدف انشاء فرع جديد للنادي الاهلي، يعني زي ما بعد الاربع فروع وبعد افتتاح كمان فرع التجمع الخامس، وافق مجلس اداره النادي الاهلي اليوم برئاسه الكابتن محمود الخطيب على البدء في الاجراءات الاداريه والقانونيه للتعاقد على انشاء الفرع الخامس للنادي الاهلي، اللي هيكون ان شاء الله في مدينه العالمين الجديده. الفرع او النادي هيكون على مساحه تقريبا 43 فدان تم تخصيصها للنادي الاهلي من جانب هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، بالتعاون مع شركه الاهلي للتنميه العقاريه صبور، وشركه سموحه العالمين للاستثمار والتنميه. ده مهم جدا يا جماعه، زي ما بقول لك على مستوى الانشاءات مهم جدا جدا، ان احنا كمان دي موارد للنادي وسورس بنجيب منه فلوس كتيره جدا. لو عايز تحقق بطولات يبقى عندك لازم تشتغل في كل الجوانب، سواء على الجوانب الاستثمارية أو على الجوانب الفنية. كمان حق الجمعية العمومية أنها في أي مكان، النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي في كل مصر، من حق الجماهير أنها تكون لها فرع في كل، إن شاء الله في كل محافظة بإذن الله يكون في فرع للنادي الأهلي. إن شاء الله خطوة جيدة. الفرع الخامس بعد طبعا افتتاح التجمع الخامس، في دلوقتي خلاص بنحط الأسس وبنحط كل الأمور الفنية إن شاء الله لانطلاق فرع في العالمين الجديدة إن شاء الله باسم النادي الأهلي، يكون إن شاء الله خطوة جديدة وفرع جديد يضاف لمؤسسة النادي الأهلي العظيمة. طيب في خبر عندنا، عمرو السولية، عمرو السولية بيخضع لبرنامج علاجي طبعا أثر إصابته اللي تعرض ليها في طبعا العضلة الخلفية في مباراة امبارح أمام حرس الحدود، اللقاء اللي كان مؤجل طبعا من الاسبوع ال 16 لمسابقه الدوري، وزي ما حضراتكم عارفين اللي انتهت بفوز الاهلي بثلاثيه. السوليه خضع لاجراءات امبارح اشعه بعد انتهاء المباراه، واثبتت وجود يعني بعض الالام في العضله الخلفيه، ان شاء الله كل التوفيق. قرر بعدها الدكتور احمد ابو عبله طبعا طبيب الفريق خضوع عمرو السوليه لبرنامج ان شاء الله برنامج تاهيلي وعلاجي ان شاء الله بزوال الالم، وان شاء الله تكون بسيطه، يعني ممكن خلال اسبوعين ان شاء الله يكون موجود.
كمان على الجانب الآخر محمود متولي بيواصل أداء البرنامج العلاجي اللي انتظم فيه منذ عدة أيام على إثر طبعا إصابته كمان في كاحل القدم. محمود متولي خضع لإجراء أشعة خلال الفترة اللي فاتت أثبتت الأشعة أن في جزع في مفصل الكاحل، وهي الإصابة اللي يمكن تغيب بسببها عن مباراة حرس الحدود. إن شاء الله كل التوفيق وترجع بالسلامة يا متولي. قطاع الناشئين بمنظور الجديد، قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي بيقرر بابل فتح الاختبارات في محافظة الشرقية والسويس، ده طبعا من خلال البحث والكشف عن المزيد من المواهب والواعدة إن شاء الله في محافظات مصر المختلفة. الاختبارات هتبدأ خلال شهر يوليو القادم إن شاء الله، بيبدأ بيع الاستمارات في المحافظتين اعتبار من يوم السبت إن شاء الله بكرة مقابل 100 جنيه للاستمارة الواحدة، بيستمر البيع حتى نفاذ الكمية إن شاء الله. بتباع الاستمارات في كل من مقر أكاديمية النادي الأهلي بمركز شباب أبو كبير بالشرقية، ومقر الأكاديمية في نادي النصر للبترول بالسويس. الاختبارات هتقام في محافظة الشرقية بمقر الأكاديمية بمركز شباب أبو كبير، وده هيكون يوم الثلاث إن شاء الله يوم 4/7 لمواليد 2013 و14 و15 و16 و17 و18، يوم الأربعاء 5 يوليو إن شاء الله لمواليد 2007 و8 و9 و10 و11 و12. في نفس السياق بتقام الاختبارات في محافظة السويس بمقر الأكاديمية بنادي النصر للبترول، ده هيكون يوم الجمعة 7 يوليو لمواليد 2013 و14 حتى مواليد 2018. يوم السبت 8 يوليو بتبدأ من مواليد 2007 ولغاية 2012. ده إن شاء الله بإذن الله قطاع الناشئين زي ما بقول لحضراتكم ماشي بخطوات إن شاء الله بإذن الله بقيادة الكابتن خالد بيبو والكابتن بدر رجب والكابتن أحمد ناجي، كلهم كوكبة من النجوم الكبار بيستعدوا لموسم إن شاء الله على مستوى قطاع الناشئين يكون موسم ناجح بإذن الله. طيب، صاحب الثلاثية الأوروبية، بنتكلم على المدير الفني لفريق المان سيتي طبعا العبقري بيب جارديولا موجود في مصر طبعا، يعني سافر جارديولا، ويمكن بعض السوشيال ميديا نزلت صور أثناء وجوده في مصر. هو قرر السفر لمصر طبعا، بيقضي عطلته الصيفية في رحلة إلى مصر، كان متواجد النهاردة في الأهرامات، بكرة هيطلع رحلة للأقصر وأسوان، ده طبعا قبل الاستعداد للموسم الجديد. يعني جارديولا طبعا هيبدأ ياخد من نهر النيل الممتد إلى المعابد والمناطق الأثرية في زيارة مخطط لها إن شاء الله بكرة، هي زيارة عائلية برفقة طبعا أفراد أسرته، يعني ونشوف نجوم العالم الحقيقة، ولسه عندنا قصور في الحتة ديت. جارديولا موجود هذا الاسم على مستوى العالم، يعني كل الناس عارفة مين هذا الرجل، ولسه محقق ثلاثية عظيمة، ولسه يعني من أفضل بل أفضل مدير فني في العالم. كان ممكن جدا نتواصل مع بعض المسؤولين يتواصلوا بشكل أو بآخر، يكون متواجد، نعمل له يعني يظهر الكلام دوت، إحنا كمان نظهره على وسائل السوشيال ميديا، ويبقى في ترويج لهذا الموضوع. لأن الناس كتير جدا لما بتلاقي مثلا بيب جارديولا موجود في مصر، خلاص ده جزء الناس، خلاص ده موجود في مصر، هتلاقي ناس كتيرة جدا جدا نازلة. يعني مصر يعني مش عايز أقول لك أم الدنيا، لكن محتاجين مننا مجهود على مستوى كمان السياحة، سابق من الكورة، ده على المستوى انك بتستثمر في هذا الرجل الموجود في مصر، انه موجود في مصر، ازاي انت تشتغل على دوت وتروج للكلام دوت علشان كمان تجذب ناس كتيرة. تخيل يعني هيقول لك بيب هناك في مصر، فالناس كمان هتتشجع وتكون موجودة، تنزل القاهرة وتنزل الأقصر وأسوان. عندنا الحقيقة مصر أم الدنيا، والحقيقة عندنا يعني ما يكفي لزيارة ملايين الملايين من السياح عشان يشوفوا أثرنا ويشوفوا حضارتنا ويشوفوا قد إيه مصر بلد جميلة. فبيب جارديولا كان موجود بكرة، كان موجود في الأهرامات، بكرة هيسافر على الأقصر وأسوان، بيقضي يعني أجازة سعيدة مع أسرته، واستعدادا طبعا للموسم القادم سواء على مستوى البريمير ليج او حتى على مستوى التشامبيونز ليج. طيب، قبل ما نخرج وزي ما عودت حضراتكم يمكن هنا في الحصاد، نبص مع حضراتكم سريعا على جدول الدوري المصري شكله عامل ازاي. هنبص مع حضراتكم ده ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز النادي الاهلي
امبارح بثلاثية على حرس الحدود، بيتربع على عرش الترتيب في المركز الأول. المركز الثاني بيراميدز ب 64 نقطة، فيوتشر 57 نقطة، الزمالك ب 53 نقطة. وهنا يعني هتكلم مع ضيوفنا، خلاص دول الأربعة اللي هيمثلوا مصر على مستوى الأفريقي، سواء في الشامبيونز ليج الأفريقي أو على مستوى الكونفدرالية. نادي المقاولين في المركز الخامس 43 نقطة، المصري في المركز السادس 41 نقطة، فاركو سابع ب 41 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الثامن بنفس عدد النقاط 41 نقطة، المركز التاسع إنبي ب 39 نقطة. من المركز العاشر سموحة 36 نقطة، مرورا بالبنك الأهلي 35، سيراميكا 33، الإسماعيلي 13 ب 33، غزل المحلة 14 ب 32، طلائع الجيش 15 ب 32، وثلاثة أسوان، الداخلية، حرس الحدود 32 29، وحرس الحدود رسمية هبط إلى دوري المحترفين. لكن من أول المركز العاشر حضرتك تبص، المركز العاشر سموحة 36 نقطة، أسوان ده يعني ده أول المراكز الهابطة لدوري المحترفين السنة اللي جاية ب 32 نقطة، بتتكلم في أربع نقاط تفصل المركز العاشر عن أول مراكز الهبوط في دوري المحترفين. فبقول لحضراتكم الأسابيع القادمة في هذه الفرق، سواء سموحة، البنك الأهلي، سيراميكا، الإسماعيلي، غزل المحلة، طلائع الجيش، أسوان، الداخلية، بتتكلم تقريبا على تسع فرق يعني بتتصارع للهروب من الهبوط لدوري المحترفين. طيب نشوف كمان هدافي الدوري لغايه دلوقتي، يعني هدافي الدوري الموجودين. مبلولو 14، محمد حمدي 10، احمد الشيخ 10، جون اوكاي 9 اهداف، سمير فكري 9 اهداف، محمد شريف طبعا مهاجم النادي الاهلي 9 اهداف، واحمد السيد زيزو طبعا بتسع اهداف. دول هداف الدوري لغايه دلوقتي. عندنا ايه تاني؟ طيب كده شفنا ملامح الجدول الدوري زي ما بقول لحضراتكم، من المركز العاشر للمركز ال 15 فرق اربع نقاط بس، صراع كبير جدا جدا على الهروب من طبعا السقوط في دوري المحترفين العام القادم. هنناقش ده مع حضراتكم بالتفصيل مع نجمين كبار، نجم طبعا الكابتن عادل طعيمة، نجم النادي الاهلي، والكابتن عمرو الحديدي. يعني هنناقش معاهم هذه الجزئيه، وهنناقش كمان شايفين النادي الاهلي الفتره اللي جايه كيف هيتعامل مع كل البطولات اللي جايه. بنتكلم على دوري، بنتكلم على كاس، بنتكلم على كاس السوبر الافريقي ان شاء الله بشهر 8. هنتكلم مع حضراتكم كمان على المنتخب الاولمبي ان شاء الله، نتمنى له كل التوفيق. عنده بطوله مهمه جدا في المغرب للتاهل لطبعا اولمبياد باريس 2024. هنعرف كل ده مع حضراتكم بالتفصيل لكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره تانية، خلينا نرحب بضيوفنا النهارده في المحترف، الكابتن الكبير والمدرب القدير الكابتن عادل طعيمة. مساء الفل عليك كابتن. كابتن هاني وحشني جدا. وحشني جدا يا كابتن، ربنا يكرمك. الف مبروك، الف مليون مبروك يا حبيبي. ربنا يخليك. كمان النجم من نجوم النادي الاهلي، المدافع القوي، المدافع العنيد، الكابتن عمرو الحديدي. حبيبي يا كابتن. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء الفل ابو الكابتن، ربنا يخليك. تمام يا كابتن، الحمد لله. منورنا كابتن. هبدا معاك يا كابتن عادل، وخليني اتكلم على جزئيه شخصيه المدير الفني مارسيل كولر. حضرتك يمكن قبل الفاصل كان عندنا لقاء معاه، او كان في لقاء اذاعي، واتكلم على بعض النقاط. هاخد منها نقطه كانت مهمه جدا جدا والناس لازم تفهمها، وطالما حضرتك موجود كمان بخبراتك الكبيره كمدير فني سواء في قطاع الناشئين في النادي الاهلي او على مستوى الفرق الكبرى، عايز اسال حضرتك الصعوبه اللي اتكلم عليها، ولما اتسال سؤال كولر على صعوبه مباراه حرس الحدود، هل كانت الصعوبه الوحيده بالنسبه لي هي ان انا احضر لهذه المباراه، وان نخرج اللعيبه من اجواء الاحتفال واجواء الفرح واجواء السعاده بالفوز بالبطوله الافريقيه دي، كان التحدي بالنسبه لي التحدي الاكبر. حضرتك مدير فني كبير واشتغلت على جزئيه وكسبت بطولات كتيره، تشرح للناس يعني ايه انك تتعامل مع لعيبه جايه من فوز ببطوله كبيره وفرحه كبيره، وفي نفس الوقت في ايام قليله قوي تقدر تعدهم نفسيا وبدنيا وذهنيا لمباراه كمان مباراه مهمه في مشوار الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه من اول يوم
وفي كل البرامج في قناه النادي الاهلي، وانا بشيد بهذا الرجل. صحيح. الراجل بمجرد ما جه بيتقن عمله، متواضع، الى جانب ان هو نوع من عنده نوع من انواع المرح، وفي نفس الوقت الجديه. من اول ساعه نزل المطار كان في الملعب، وشفناه قد ايه بيقابل العمال واول اخر. بدايته مع الفريق كان بيقدم نوع من انواع العداله المتناهيه، ما فيهاش اي نوع من المجامله لكل اللعيبه. فدى الفرصه لكل اللاعبين بدون استثناء، لحد لما وصل لمرحله. المرحله ديت ابتدى يقيم فيها كل لاعب سواء فردي او جماعي. بعد ما ابتدى يخلص الجزئيه ديت كان فيها بعض الضربات يا كابتن هاني، فيها بعض الضربات في النتائج وحتى في الاداء. زي ما حضرتك عارف هو جاي من اوروبا، حضرتك لاعب كبير في اوروبا، ايه اللي حصل؟ ابتدى يفهم ثقافه اللاعب العربي. ثقافه اللاعب العربي عندنا الاحترافيه مش بالقدر اللي هي موجوده. صحيح. في اوروبا. يعني اللعيب النهارده ممكن يديلك 9 من 10، الماتش اللي بعديه بيديلك 6 من 10. فالمستوى الثابت ده ابتدى يعمل عليه من خلال جهازه. ابتدى الجزء البدني يبتدي يترفع، ابتدى يطور من اداء اللاعبين كل واحد لوحده، ثم الاداء الجماعي. الوقت اللي كان فيه خلل، اللي حصل كان هناك بعض اللاعبين ما بيأدوش الواجب الدفاعي بتاعهم، بيركزوا على الجانب الهجومي، الجانب الدفاعي ما كانوش بيأدوه خالص. لما نشوف تاو وحسين الشحات ما كانوش بيأدوا، النهارده ادائهم بيبقى فين؟ في وسط الملعب. كان احيانا بنلعب بصانع لعب، على الرغم ان احنا عندنا 3 ممكن 4 يقوموا بالدور ده، يعني حمدي فتحي، سواء ديانج او مروان او عمرو السوليه، اي حد منهم ممكن يقوم بالدور ده. صحيح. فابتدى ال 13 مباراه باستثناء ماتش امبارح كان بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، والثلاثه بيقوموا بادوار تبادليه، يعني ممكن تبص تلاقي حمدي جو 6 يارده، بديانج جو 6 يارده، وهكذا. صحيح. الشغل اللي هو الراجل عمله الحقيقه بعد قعده كانت مثمره جدا مع كابتن خطيب. في فتره كده كان فيها نوع من انواع الذبذبه كده، اظن بعد ماتش سان داونز كابتن خطيب اعتقد ان قعد، انا طبعا ما اعرفش ايه اللي دار، لكن بيحس المحب للنادي والمشجع النادي واللي قضى عمره كله في النادي ان الراجل ابتدى كابتن خطيب يديله بعض النصايح بالنسبه للاعب المصري، إيه انت ممكن تتعامل معاه بالشكل الفلاني. من القعده ديت استشعرت قيمه ان الراجل ده اقتنع بكل كلمه قالها كابتن خطيب، وابتدت ال 13 مباراه زي ما حضرتك شايف يعني عاملين اداء ولا اروع ونتائج ولا اروع. لو تفتكر حضرتك الماتش اللي فات بين الشوطين، الحاجات اللي هي كانت متسجله وطلعت لنا على 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 صحيح. الكلام اللعيبه مع بعض وكلامهم مع اللعيبه، كلامهم مع اللعيبه ان لازم نجيب جول، لازم نجيب جول. هو قال لهم هم عايزين يوصلونا ان احنا اوريدي خسرنا المباراه. يعني الموضوع يعني الجزء دايما ما بين الشوطين، وحضرتك مدير فني كبير وعارف في جزء خططي بيتكلم فيه، ولكن الجزء الاكثر عمليه الموتيفيشن، عمليه وخاصه عمليه لو انت خارج باحباط او خارج بجزء من هدف جه فيك او فعمليه دي مهمه جدا، بتقسم المحاضره نقط سريعه بالنسبه للشكل الفني، ولكن الجزء كمان مهم جدا الشغل النفسي والشغل والتحضير ليه على المستوى الاراده. يعني عارف يا كابتن بعد ماتش ال 2-1 هنا في مصر دخل بعد الماتش قال لهم احنا كسبانين، وطلع في المؤتمر الصحفي قال لهم انتوا ايه، انتوا بتصدروا لنا حاجه سلبيه. وبعدين بين الشوطين في ماتش الوداد، في الوداد في الاجواء الرهيبه ديت اللي احنا شفناها والشماريخ واول اخره والظلم التحكيمي الغير مبرر، الراجل معنويا بقى عالي جدا، وابتدى الحاجه دي موجوده في شخصيته. لكن برضه لما جه النادي الاهلي اعتقد ان هو اكتسبها، مش موجوده في النمسا بالقدر ما موجوده طبيعي في النادي الاهلي اكيد. فانا الحقيقه بنقصني على لجنه التخطيط كابتن، برئاسه كابتن خطيب، وكل من بيعمل وشركه الكوره وكل من بيعمل على انه بيستخدم مدير فني على مستوى عالي، لان ده بيدي نوع من الثقه ونوع من الاداء الرائع والاداء الجيد، وبعدين بيدي فرصه لكل الاجيال انها تاخد المرحله بتاعتها. وخاصه يا كابتن احنا داخلين على، انا لسه طبعا بان الخبر ده بقاله يمكن شهر وشويه، احنا داخلين على كاس عالم في امريكا 25، هنروح كاس العالم في امريكا 25، يعني كل لاعب النهارده النادي الاهلي بيتعاقد معاه يعرف ان هو يلعب في كاس العالم
25 و24 23 هيبقى في الرياض، و24 برضه باذن الله تعالى يبقى لينا نصيب باذن الله تعالى. بطولات كتيره جدا كابتن عمرو، زي ما كابتن عادل بيتكلم التحضير للمستقبل. لكن قبل ما نروح للمستقبل عايز اخد رايك في كلام طبعا الكابتن عادل على مستوى شخصيه كولر نفسه وانعكاسه على اداء اللاعبين، واخد كمان رايك في مباراه حرس الحدود امبارح والفوز بثلاثيه نظيفه. بص يا كابتن هاني، اول حاجه كولر من اول لما جه التعرف على لعيبه النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي، هو يعرف لعيبه النادي الاهلي بامكانياته. الروتيشن اللي احنا شفناه وكان تملي في كل المؤتمرات بيتكلمه هو الراجل بيغير ليه، صحيح. لغايه اما وصل لحاجه معينه ابتدى كل واحد فيهم يعرف هدف الراجل. هدف الراجل عنده طموح انه يوصل لبطوله واثنين وثلاثه واللعيبه تحقق له اللي مطلوب. اما اشتغل من اول غلطه هو اغلطها في مباراه سان داونز، تراجع لكل الافكار وابتدى يتعايش مع اللي قاله الكابتن عادل، الاسلوب المصري والفكر المصري وصل لغايه ايه؟ ان النادي الاهلي مجرد انك كسبت الجماهير بتطلب منك الماتش اللي بعديه، خلاص حققت بطوله بيقول لك البطوله اللي بعدها، مش نسي البطوله الاولانيه ان هي لسه زي ما بيقولوا لسه طريه ولسه موجوده انك تقدر تعيش في فرحتها ونشوتها، لا بيقول لك فكر. الراجل قبل ما يسافر هو عمل محاضره ليهم قبل ما يسافر من مصر هنا، ان الفتره الراحه دي الفترات الراحه اللي انا بديها لكم ايجابيه، انا عندي بطوله لسه ما انتهتش، مش هغلط غلطات موسيماني قبل كده، انا كنت بفكر في افريقيا بس وهسيب النقاط الموجوده للدوري العام كل مباراه على حده وحسب المكسب، لا هو راجل بيحقق لنفسه تارجت، انا مطلوب مني ان انا اكسب، طموحاتي ان النادي الاهلي من الانديه اللي عندها طموح ان ياخد كل البطولات ويحققها، وانا ده كمان هدفي ان انا احقق ده، فاحنا الاثنين لنا هدف سمته واحده اللي هو التتويج. وهو موجود في مباراه الوداد حقق اللي هو عايزه من مصر. سفر هنا وهو مسافر من هنا فكر لكل لعيب انت رايح كسبان، سيبك من الهدف اللي جه، بس هم الطعم اللي ده للمدير الفني بتاع الوداد فان نادبروك، الفكره ان انا هدف واحد ينهي المباراه، وهو ده اللي وصل لهم الشوطين الكاملين اللي اتلعبوا في مباراه الوداد، ما حققش ان انا لو دخل فيها هدف يغير لي موازين اللعب، وهو ده اللي اشتغل عليه بفكره محمد عبد المنعم اللعبه والربط ما بينه وبين علي معلول عرضه القريبه واحرز منها الهدف، اربك حسابات فرقه الوداد بالكامل ودخلهم في فكر ان الراجل تخلى عن دفاعاته وابتدى يطلع مثلا زي امين فرحان فرويد يخلي الحته دي تقدر الشوط الثاني تجيب جون واثنين وثلاثه، مع انك ما حققتش ده هنا في القاهره وكان في ثغرات كتير قوي في المباراه انك خلاص فقدت توازنك وشتت لك ذهنك في الفكر اللي انت بتنفذ فيه. صحيح. الراجل من مصر قال لهم هناخد الاجازه الايجابيه، عيش فرحتك مع اهلك مع حبايبك مع اصحابك، بس في نفس الوقت لسه في هدف اسمه مباريات الدوري العام وكاس مصر، بناخد كل ملف على الحده، حققنا الملف الاولاني وهي البطوله ال11 للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت الدوري العام اللي احنا مفنشين قبل ما نلعب ماتش الوداد احنا اول تعليق الدوري في موجود في الجدول، فانت اللي جاي منك مش مطلوب منك غير بعد مباراه ليها بطوله غير اداء ونتيجه وسيطره واسلوب داخل الملعب. صحيح. وده اللي عمله في مباراه الحرس، مباراه الحرس عمل روتيشن لمجموعه من اللعيبه. اول مره كولر يغير طريقه لعبه، يبدا بدايه المباراه ضاغط ويلعب 2 4 3 1. بقى مدي جنب لخالد مع قفشه وطاهر وجنب مع السوليه وعبد القادر وعلي معلول. اشتغل من ده. اول ما احرز هدف بس وابتدى الحرس يجريب نفس المواصفات ويروح على مرمى الشناوي، غير طريقه اللعب الشوط الثاني وحولها بوجود ديانج بعد غياره مع عمرو السوليه ل 2 3 4 1. الحته الهجوميه اللي تحت الفرود اللي هو كان شريف وبعدين تاو احرز منها هدفين وكان ممكن يحرز ارتقى الرابع والخامس. جميل. طبعا من السيناريو اللي بنتكلم فيه على مستوى كولر، مباراه الحرس كانت مباراه مهمه جدا، وكابتن عادل اهميه المباراه دي بعد زي ما بقول لحضرتك بعد اجواء فرحه واجواء سعاده خلاص قفلنا الملف وبدا التركيز على البطولات اللي جايه، وكان اولها طبعا بطوله الدوري الفوز على الحرس 3-0. النواحي الفنيه شفت المباراه ازاي؟ تقييمك الفني للمباراه، وجود عدد كبير من اللعيبه اللي ما بين قوسين كانوا مشاركين في الفترات اللي فاتت كان عندهم راحه، بنتكلم على محمد هاني، بنتكلم على كهربا، بنتكلم على بيرسي تاو يمكن شارك في الاخر، بتتكلم على حمدي فتحي، يعني عناصر كتيره جدا جدا، وادى بقى يعني مش ادى الفرص لكن شارك على سبيل المثال القندوسي. انت شايف كمان القندوسي، هل القندوسي يلعب في البوزيشن ده كاثنين ارتكاز او من الافضل كمان ان هو يبقى رقم 8 رايح جاي في الملعب؟ سؤال رائع جدا، تكمله الكلام مع عمرو، سان داونز ما كسبناش خمسه ابدا الا اذا كان هناك خطا،
أكيد. الخطأ ان احنا لعبنا ماتش المقاولين العرب وكان ماتش قاسي جدا وصعب جدا، وكان بعد 3 ايام باللاعب صن داونز، ودايما صن داونز لا يمكن يكسبنا واحنا واخدين 6 ايام اجازه. بالنسبه لسؤالك، الراجل بيعمل حاجه في منتهى الدقه، في منتهى الفنيات العاليه. ما بيعملش الروتيشن بيعمله بعشوائيه. يعني الروتيشن في خط الظهر هو غير مين غير خالد؟ يعني علي معلول، غير ياسر ابراهيم كمان، ياسر رامي، رامي ربيع، ودول بيلعبوا على يعني منعم علي جابها دي ما غيرش فيها حاجه، وخالد على طول بيلعب وبيلعب على طول، حتى ورامي ساعات بيخرج وخالد بينزل، ورامي على طول بيلعب، ورامي بيتواجد. اذا ما عملش خلل انه غير اربعه في خط الظهر، ولكن ما غير غير خالد بس اللي يعني مش بانتظام في وسط الملعب. ده اللي ممكن نتكلم صحيح فيه، صحيح انه غيره تماما كله، لعب عمرو، لكن ما ينفعش قفشه مع مع قندوز. في خط الهجوم نفس القصه، طاهر بيلعب وبيلعب في المكان ده وبيجيده سواء من اليمين او الشمال، وبعدين شريف بيلعب على طول اساسي، وفي الماتش اللي فات ماتشات الوداد وكل الماتشات بيلعبها، وبعدين عبد القادر، عبد القادر برضه بيلعب على طول. فعمليه الروتيشن هو عملها، عملها مضطر برضه زي ما قال عمرو. انا هاخد من الكلمه ديت واقف برضه عندها عشان الناس برضه تفهم الموضوع. عمليه الروتيشن مش معنى ان اللعيب بقاله بتاع اربع خمس ماتشات ما بيلعبش ويجي يلعبه. العمليه بتبقى في عدد، خلي بالك المدربين ودلوقتي السيستم العالمي بيبقى في عدد دقائق للعيبه، يعني انا على المستوى البدني في جهاز فني او جهاز فتحي ممكن خلال الثلاث ماتشات اللي جايه يلعب عدد دقائق من هذه المباريات، مش مش كم مباراه، عدد دقائق 60 دقيقة 70 مثلا. هو بقى اللي بيقسم جزء دوت، انا ممكن انزله اخر ربع ساعة في المباراة دي وبعدين ابدا بيه المباراة الثانية واخرجه ما بين شوطين. عدد الدقائق ده هو بقى بيبقى القياس البدني على اساس ما يخشش في الكيرف اللي دخلنا فيه السنة اللي فاتت، ان اللعيب بتلاقيه عندنا كام لعيب بعد الدقيقة الخامسة والستة بيمسك العضلة الخلفية. السنة اللي فاتت يا كابتن عمرو كتير، حد اول خمس دقائق يجري يعمل سبرنت والعضلة، يعني الحاجات ديت الحقيقه مشي بيها بشكل اكتر من رائع، وان شاء الله تاتش وود يعني يمشي بيها على طول. انك ما عندكش عمليه الروتيشن مرتبطه بالحاله البدنيه والحاله الفنيه، وبالتالي ما بتحسش بالفرق. يعني عبد القادر ما بينزلش اساس كتير لكن بيشارك ان شاء الله في عدد دقائق معينه، فما بتحسش ان في حاجه جديده او هو بقاله كتير بعيد عن الملاعب. كذلك قفشه، كذلك زي ما حضرتك بتقول محمد شريف، كهربا كان بيبدا بس في حاجات كتيره جدا اوقات كتير بينزل شريف، وبالتالي بلغه الكوره حضرتك عارف كل اللعيبه رجليها في الملعب بلغه الكوره يعني. تمام، علشان كده هو الراجل العمليات اللي كان مضطر ان هو يعمل يريح الناس. صحيح لأن طبعا برضه زي ما قال عمرو ان هو الراجل ما فيش حد خد راحه غير مجموعه قليله جدا، في 13 واحد منتخب مصر، 3 في افريقيا و10 في القاهره، و10 في القاهره غير اللي متاخدين في المنتخب الاولمبي. صحيح، حتى اللي خد راحه ما خدش راحه، كان برضه الناس كانت بتتمرن السبع ايام، كانت برضه في ناس بتضطر ما هياش راحه سلبيه يعني. فاذا هو الراجل احيانا بيبقى مضطر، وبعدين لا نغفل الجهاز اللي موجود معاه، الراجل المعد البدني والراجل بتاع الاحمال على اعلى مستوى، وغير اللي كان النادي بيستعين بيهم قبل كده. الحاجه الثانيه واللي بحيي الاداره عليها والكابتن خطيب والكابتن سيد، المعد النفسي اللي انضم للفريق. الراجل ده اول مره نعرف ان في حاجه اسمها بصمه قدم. الراجل ده جاي عملها علشان يبقى عارفين احنا الجانب البدني، التغذيه ودراسه كل جزئيه في جسم الانسان. انت ممكن تاكل حته جبنه صغيره قد كده تديك اقصى طاقه، ولو كلت حته لحمه ممكن تضرك، وهكذا الجوانب اللي هي بتتعمل من خلال التحاليل في اجهزه بتقول هذا الكلام. الراجل بيشتغل شغل عالي جدا مع الجهاز الفني. لا نغفل دور الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان، الحقيقه بيقوموا بدور رائع جدا. صحيح، وهكذا ماتش قبل ما نروح على ماتش الحرس. يعني حابب كمان اضيف على حضرتك جزء مهم جدا، ان هو كمان طبعا مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود ما بيبخلش على خاصه كره القدم باي حاجه، ان استخدام كمان التحليل الدي ان ايه اللي اتعمل للعيبه الحقيقه ده
اطور يعني افضل حاجه ممكن تقيس بيها الجزء البدني وقياس العضلات وكل دوت اشتغلنا بيه الفتره اللي فاتت وان شاء الله شغالين عليه. كمان الجزء المهم جدا النيوتريشن، انك دلوقتي عندك فريق الكوره عنده يعني خلاص كل واحد عنده بالظبط هو بياكل ايه بيشرب ايه، ده مهم جدا عشان نبعد او نقلل يعني الاصابات ان شاء الله باذن الله. قبل ما هخش مع حضراتكم في الجانب الفني لمباراة الحرس وما بعد الحرس، تعالوا مع حضراتكم نستقبل محمد الباز طبعا نجم التحليل الكرة العالمية والكرة المحلية، عشان عامل لنا كمان تحليل يعني رقمي وتحليل على مستوى الصورة بالنسبة لمباراة النادي الأهلي أمام حرس الحدود. نستقبل معنا نجمنا محمد الباز. محمد مساء الخير عليك، بنرحب بيك في المحترف، منورنا ومشرفنا دايما. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على الكباتن الكبار. انا سامي باز. قبل طبعا انت كنت بتتابع من يمكن واحنا بنتكلم مع الكباتن على مباراه نادي الاهلي مع حرس الحدود وبدايه او العوده مره ثانيه لمشوار الدوري المصري، وان شاء الله باذن الله نكون يعني خلال الاربع مباريات اللي جايه نتوج بهذه البطوله. ما حضر لنا حاجه لمباراه الحرس بشكل خاص النهارده نقدر نتكلم عليها؟ اكيد، انا عايز اشوف وان مباراه الحرس هي عباره عن ملخص كابتن هاني عن على شغل كولر من ساعه ما بدا مع النادي الاهلي. يعني ازاي معانا مدرب استثنائي ملك الثلاثيه او زي ما بيقولوا، يعني 12 مباراه بفوز 3-3-3 يعني خلال مشواره من ساعه ما بدا مع النادي الاهلي. انا عايز اقول ان احنا معانا مدرب فعلا كبير، مدرب استثنائي فاهم، عارف ازاي يدرس النادي الاهلي ويحلله بشكل دقيق جدا من قبل ما يبدا اصلا. عارف قارن المواسم السابقه، عارف مشكلتنا فين، مشكله من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الذهنيه، عارف ازاي ان هو يستخدم المصطلحات والعناصر التكتيكيه بشكل مظبوط، بمعنى امتى اعمل تدوير، امتى يكون عندي في كل مركز اكتر من لاعب، امتى اوزع الدقائق عدد الدقائق يعني المشاركات على اللعيبه بشكل مظبوط طبقا لقياسات بدنيه ممتازه، معاه تيم بيشتغل عليها بشكل كبير جدا بيديله الصوره بشكل عام. ازاي المدرب مارسيل كولر قدر يخرج بلاعبتنا ذهنيا ويطورهم حتى فكريا، ازاي ان هو بعد ما تكون فايز بلقب افريقيا تشامبيونز ليج وتطلع تبدا تخش على المسابقات او المسابقه المحليه مره ثانيه، وازاي تفصل ما بين الاحتفالات احنا دايما كنا نقول السنوات الماضيه كابتن هاني احنا لعبتنا شبعت، يعني كلام من مصطلحات من هذا القبيل يعني سمعناه بشكل كبير جدا، لكن لا ازاي احنا لا لسه جعانين لبطولات وحاجات كتيره جدا. عايز اقول احنا طبعا النادي الاهلي اقوى خط هجوم، يعني 48 هدف نتكلم عليهم النهارده. عايز اتكلم رقميا ال 48 هدف دول جم ازاي من اول من ساعه طبعا ما بدا مارسيل كولر او خلال الموسم الحالي يا كابتن هاني بالدقائق في على مراحل المباريات في كل ربع ساعه. هنا بالظبط عشان الناس تفهم، هو احرزنا الحمد لله اهداف ولسه ان شاء الله عندنا مباريات كبيره، لكن الجدول اللي قدام حضراتكم ده معدل الاهداف بالنسبه لتوقيت المباراه. صحيح، يعني من اول ربع المباراه ساعة. اول ربع ساعه، ثاني ربع ساعه، ثالث ربع ساعه، وبعد بدايه الشوط الثاني، وبعد نص ساعه، وفي نهايه المباراه. ده الاهداف او معدل الاهداف، ده ال 48 هدف. ال 48 هدف اللي احنا جبناهم اقوى خط هجوم حتى الان من 25 مباراه طبعا، يعني من اقل عدد مشاركات او مباريات في الدوري المصري يا كابتن هاني. عايز اقول هنا ال 48 هدف متوزعين ازاي على دقائق المباراه. هنلاحظ ان اكتر اهداف معدل تهديف للنادي الاهلي من 48 هدف جم في الدقائق الاخيره، سواء كان في الشوط الاول او في الدقائق الاخيره في الشوط الثاني. صحيح، لما نتكلم على 9 اهداف من الدقيقه 5 من 15 ل 30 ده منتصف الشوط الاول حتى نهايه الشوط الاول في الدقيقه من الدقيقه 30 ل 45 9 اهداف، دي بتقول لك ان الفرقه مركزه، الفرقه بدنيا عاليه جدا، هو قدر يشتغل عليها بشكل كويس. نفس الكلام في الاخر في الشوط الثاني، هو خاصه في الاخر كمان يا باز. بالظبط، ده الاهم لما احنا الرقم عندنا 9 اهداف في من الدقيقه 75 لغايه بلس 90 كمان، لان في اهداف بعد الدقيقه 90، انك بتحرز عدد اهداف كبير. ده جزء مهم جدا انك اللعيبه طالما مركزه يبقى ده يديك دليل ان هم بدنيا واقفين على رجليهم. طبعا، لان انت لو قليت بدنيا هيكون نسبه التركيز اقل، وبالتالي ترجمه ده هيكون عدد اهداف اقل. يعني
صحيح، ودي مشكلتنا في المواسم السابقه بدنيا، وده دليل ان كان عندنا اصابات كتيره جدا. طيب لما رفعنا المستوى البدني بالقياسات الجديده والشغل عليها، شفنا ان احنا نقدر لاخر ثواني واخر دقائق في المباراه، خاصه الشوط الثاني نقدر يبقى معدل التهديف عندنا عالي جدا يا كابتن هاني. صحيح. نفس الكلام انا بتكلم، يعني مارسيل كولر ما بيشتغلش فقط بدنيا ولا تكتيكيا ولا فنيا، بتكلم على ذهنيا. كنا بنقول ان خلاص ازاي عمل السويتشنج ما بين تشامبيونز ليج والبطوله الكبيره وتحقيقها ونخش على المسابقه المحليه. لا ده انا عايز اقول طبعا من بدايه او من ساعه كابتن هاني في شهر مارس الماضي، خساره الاهلي امام سان داونز ب5-2، من بعدها فزنا ب 16 مباراه او لعبنا 16 مباراه بدون هزيمه، 16 مباراه بدون هزيمه. يعني ممكن صحيح. ممكن سريعا نعرض جدول ده مهم جدا، لان كان الحقيقه عمليه تحدي كبيره جدا، وعمليه انك ترجع بهذه القوه بعد مباراه كارثيه نقدر نقول للنادي الاهلي، انك تعود بهذه القوه، اعتقد ده محتاج مدير فني على مستوى عالي، كمان محتاج الصف. احنا بنتكلم لو مدير فني يبقى جنبه عنده مدير اداري زي الكابتن سعد عبد الحفيظ او مدير الكوره، عندك جهاز طبي على اعلى مستوى وعلى مستوى اللاعبين. دي اللي انت محضره، بس ده صحيح. دي 16 مباراه مباراه النادي الاهلي بعد هزيمتنا امام سان داونز، 16 مباراه بدون هزيمه. يعني سريعا القطن، الهلال، المحله، بيراميدز، النتائج كبيره جدا زي ما احنا شايفينها كابتن هاني، سموحه، الرجاء. يعني بنتكلم في 16 مباراه، يعني نكمل سريعا بيراميدز والاهلي، دي طبعا هي دي السوبر بعد كده. برضه يا باز الناس تاخد بالها ان عدد استقبالك للاهداف كان هي طبعا اعتقد هدف واحد، لو نرجع بالجدول تقريبا هو امام بيراميدز في السوبر اللي هو 2-1 نرجع. صحيح. يعني القطن الكاميروني 4-0، الاهلي والهلال 3-0، الاهلي والمحله 3-0، الاهلي وبيراميدز ده اعتقد مباراه السوبر 2-1 ده يبقى كده جول. أيوة. الاهلي فاركو 3-0، الاهلي سموحه 2-0، الاهلي الرجاء 2-0، كل ده شباك نظيفه. كذلك امام الرجاء وبيراميدز وفوز 1-0 امام الترجي 3-0، وما ما دخلش غير هدف وحيد، يعني ثلاثه. انا عايز اقول ان احنا استقبلنا يعني على 16 مباراه يعني ثلاث اهداف واحرزنا 32 هدف، يعني نسبه معدل تهديف عالي جدا. انت ما كنتش شايف دوت ماتشين الوداد اللي طبعا كان فيهم الهدفين. صحيح. خلاص الجون بتاع والهدف مظبوط. اذا استقبلنا ثلاث اهداف، احرزنا 32 هدف، حقق ثلاث بطولات بالمناسبه، ده كله من بعد هزيمه سان داونز. انا عايز اخد الارقام ديت واقول لا، مدرب اشتغل على التفكير، اللاعبين القوه الذهنيه عندهم، ازاي ان انا اكون مستعد وجاهز انزل في اي وقت اشارك، فلو عدد دقائق قليله اخش على طول في السيستم، ازاي ان انا شفنا ده على ارض الملعب، السويتشنج اللي بيحصل، التدوير اللي بيحصل. انا بتكلم على التدوير اثناء اللقاء، مش التدوير فقط ان انا اغير لعيبه مكان لعيبه في نفس البوزيشن او بوزيشن تاني. يعني دي الارقام الدفاعيه بقى اللي انا عايز اثبت فيها ان ازاي مارسيل كولر وجهازه المعاون والشغل على الكثافه البدنيه على الناحيه البدنيه بشكل عالي مما اتعكس على الناحيه الدفاعيه. يعني بتكلم على استعاده الكوره والاستخلاص الكوره او البول ريكفري يا كابتن هاني بكل اشكالها. بتكلم على الموسم الحالي، نتكلم ان احنا استخلصنا الكوره وقدرنا نرجع الكوره تاني بعد ما في حاله طبعا عدم الحيازه، وازاي ناخد الكوره بشكل تاني. 2844 مره استخلصت فيها وعملنا بول ريكفري ورجعنا الكوره تاني يا كابتن هاني، مقسمه بالشكل اللي احنا شايفينه. من ناحيه الاعتراضات اعترضنا 486، يعني بمعدل 19 اعتراض في المباراة الواحدة. استعادة الكرة زي ما قلنا 113 مرة في المباراة بنستعيد الكرة، دي معناها ان انت بتستحوذ بشكل كبير جدا، بتستخلص الكرة بشكل عالي جدا. عايز بس ايه الفرق بين استعادة الكرة واسترجاع الكرة؟ لان برضو عايزين يعني برضو الناس هتقول لك ايه الفرق بين انك تستعيد الكرة وبتسترجع الكرة. استرجع انت تستعيد الكوره ان انت على طول بتضغط ضغط مباشر عالي على حامل الكوره وبتقدر ان انت تستخلصها منه بشكل مباشر. ماشي. عشان برضو انا يعني انا عارف الاجابه بس يعني عشان نترجمها للناس، استعاده الكوره ان انت يعني زي ما انت بتقول ضغط عالي بتاخد الكوره، استرجاع الكوره ان الكوره معاك. ودي على فكره دي كانت مدرسه برشلونه، واللي يتفرج على برشلونه من سنوات انك استرجاع الكوره بمعناها ان انت مثلا خلاص عديت نص ملعب الخصم وبدات تشكل شكل هجومي بشكل كويس او بتلعب في الثلث الاخير وبتخسر الكوره، استرجاع الكوره في مكان الكوره ما انت خسرتها ده جزء مهم جدا طبعا. وبالتالي بتسترجع الكوره وبتستحوذ ثاني وبتخلق فرص كتير، فانت عمليه ان انت بتستعيد وتسترجع هي مختلفتين شويه. عمليه الاسترجاع الكوره مهمه جدا جدا، انك في وقت من الاوقات بتاخد الكوره في المنطقه اللي ممكن
تأهلك انك كمان تعمل فرصة او تحقق هدف. ودايما ده بيشتغل على الجيجن بريسنج او الكاونتر بريسنج، ان انت في عدد ثواني قليلة بتقدر ان انت تستخلص كرة او تعيد الكرة بشكل تاني. وده طبعا مدارس كتيرة جدا يعني شفناها مع دورتموند مع مدربين كبار جدا. عايز نعكس الارقام ده كابتن هاني بقى فنيا في ارض الملعب، يعني الماتشات اللي فاتت كلها شفنا الحالات دي، ولكن احنا هنتكلم على احدث مباراه، مباراه حرس الحدود بتاعت امبارح، ونعرض مع بعض شويه لقطات فنيه من الملعب نوضح بيها ازاي قدرنا نضغط الضغط العالي ونستخلص الكوره ونعيد الكوره اللي حضرتك شرحتها دلوقتي. يعني خلينا نبص هنا مع بعض، شوف بدايه هنا من شريف قفشه الضغط الثنائي، بص الضغط الثنائي سريع جدا بقى، هنتكلم الضغط دبل بريسنج على طول في نص الملعب. هو ده بقى، هو ده اللي بتكلم عليه، انك بتاخد الكره، اقف هنا، انك بتاخد الكره في منطقه تقدر، مش عندك بقى عمليه لسه تحضير، انت عندك خلاص، انت في الثلث الاخير هو تقدر تخلق فرصه او تعمل هجمه واعده زي ما بيقول. وده الثريتس، التهديد، نسب التهديد بقى بتتعكس ما بعد استخلاص او استرجاع الكره. ده مثال، نخش برده مثال ثاني طبعا كملت الهجمه. خلينا نشوف يا كابتن هاني في حاله عدم الحيازه، عايزين نبص بقى لعيبه الاهلي واقفه ازاي، بتضغط ازاي. شوف يا كابتن هاني من هنا من نص الملعب، قريب قريب قريب، نقف 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 عشان بص بقى ورا، تعال بص كل لاعب هنا، الماركينج، المان تو مان، قفل المساحات، اللاعبين واقفين عينيهم على المساحات القريبه علشان نشوف اتجاه الكره هيروح فين. صحيح. عشان نقدر نستخلصها. في نقطه هنا كمان عايز برضو الناس اللي بتتفرج يقول لك لكن هتلاقي علي معلول، في ناس تقول لك ما هو بعيد عن الخصم، لكن علي معلول واقف صح، لان هو كل ما كل المسافه الكوره بتقرب من الراجل بتاع علي معلول، علي معلول بيتقدم خطوه بيتقدم خطوه، وبالتالي اول ما هو الكوره تبدا تجي له يبقى علي معلول في موقف دفاعي كويس جدا. فعمليه الضغط دوت عمليه ليها جزئين، الجزء الاولاني انك بتشتغل على مساحه معينه في توقيت معين، والجزء الاخر عمليه الترحيل لو الكوره من اليمين للشمال. أيوة. زي ما شفنا كده ان علي معلول كان لجوه وبعدين بدا يطلع بشكل كويس، وهتلاقي حتى جنبه ده تقريبا عبد المنعم بيميل نفس الميل دوت. نكمل الصوره. مظبوط. بص خلاص علي خلاص غلطه يعني، وعلي هنا قفل عليه وخلاص خدنا الكوره ونبدا الهجم. امثله كثيره يعني، خلينا نبص ده مثال ثاني من الضغط العالي بنعمله، بنقفل مساحات ونستخلص كرة بشكل كبير جدا، بيبدا حرس الحدود يوزع، بيحاول ان هو يلاقي اي مكان. دبل بريسنج باثنين لاعبين دايما نشوفه. ده بيقول لك ان اللعيبه بدنيا واقفه على رجليها، اللعيبه معمول شغل عالي جدا طبقا لقياسات بدنيه باجهزه على مستوى عالي. كابتن هاني بتورينا مين امتى يقدر يستحمل يلعب عدد دقائق اكتر. الصوره اللي يعني بعد كده نكمل نفس الكلام دي بونج. لسه في موضوع البريسنج، ده الكوره عندنا في نص ملعبنا، ده مكان طبعا ناحيه علي معلول، خلاص ديانج رجع، بدانا نطلع بالكوره، حتى بس مش بنقول ان احنا بنضغط، لا، ازاي بقى التدرج بالكوره، ازاي بنطلع من هنا. يعني بص بيرسي تاو فين، هو ده بقى اللامركزيه. يعني بيرسي تاو امبارح كان بيتحرك بشكل كبير جدا في اماكن كتيره جدا، ويبدا هنا يعني دي هجمه لو طبعا اترمت في اقصى اليمين هناك كانت راحت على طول انفراد، ولكن انا بتكلم على الضغط الثنائي، قفل المساحات، تركيز. ده على فكره عايز اقول ان ده طبعا في نهايه الشوط الثاني او بعد منتصف الشوط الثاني. بالظبط، يعني ده بيقول لك ان اللعيبه واقفه فعلا رجليها بدنيا لحد اخر نفس من المباراه. عايزين نتكلم بقى هنا على يعني هو بيكمل هنا، ده اعتقد بنكمل نفس الهجمه، كانت هجمه طبعا خطره، ده بعد نزول بيرسي تاو. زي ما انت بتتكلم ان حتى هتلاقي بيرسي تاو في مراحل كتير جدا، جناح يمين وبعدين تلاقي 10 وبعدين تلاقي جناح شمال، فعمليه اللامركزيه خاصه في الشكل الهجومي. وقفش طبعا ما شاء الله يعني كان استنى هنا شباب، ده هدف بقى عبد القادر. يعني احنا حبينا طبعا هدف طبعا عالمي، احنا عايزين نشرحه بقى من الاول. طب ارجع لنا بالصوره لغايه الجول، ارجع كمان ارجع كمان لان الهدف ده فيه كلام كبير جدا، هو يعني نقدر نقول يا كابتن هاني ملخص الضغط العالي واستخلاص الكوره والجيجن بريسنج والتدرج، يعني في عوامل كتيره، الفنت، البادي اورينتيشن لعبد القادر، اصلا النزول هو اللي بدا الهجمه من الاول خالص. لو احنا جبنا الهجمه من اولها ده في بتاع 13 15 باص في تحضير، عبد القادر نزل وهو اللي استلم الكوره وبعدين رجع تاني واستلمها تاني في نص ملعب الخصم. يعني انا نفسي ان احنا نبدا ان احنا نعرض الهدف ونشوف البادي اورينتيشن عنده. انت بتتكلم على عمليه بدايه انك بتضغط وبعدين بتاخد الكوره وبعدين التدرج بالكوره وبعدين اللامركزيه في الاداء. مظبوط. فدوت والسويتشنج ادي عبد القادر هنا في اللعبه هنا بساطه طبعا لقفشه هنا طاهر. نقف بس قبل ما نلعب، هو طاهر اصلا امبارح كان بيلعب جناح يمين،
السويتشنج اللي دايما كنا بنشوفه في الماتشات اللي فاتت كلها بنزول بيرستاو اقصى الشمال عند معلول وحسين الشحات والسويتشنج اللي حصل ما بينهم والدبل باص هنا شبهها بس حصلت ناحيه يمين عبد القادر لما نزل نفس الكونسبت يعني هو يعني هو طاهر بيخش هتلاقي خالد عبد القادر اللي هو تقريبا بيفتح الخط خالص مظبوط في صوره كبيره. الجميل هنا في تحرك نمره واحد تحرك عبد القادر في المساحه الفاضيه وطاهر سحب لعيب نزل سحب خلاص هو سحب سرد بالظبط كده هنا بقى البادي وريتيشن هنا كمان لفت هنا القدره الفنيه انه يلف وشايف الجون بشكل اكتر من رائع لان من زاويه صعبه جدا يعني خلينا نتكلم كل امانه انك تلف بالجزء دوت من جسمك وتحط الكوره في اقصى الزاويه اليمين هدف حلو قوي لعبد القادر الحقيقه طبعا المرونه في جسمه وانه الفكر الذهني التوقع كل حاجه عايزين نتكلم في كل النقاط الفنيه والتكتيكيه والتكنيكال عند اللاعب لا ظهرت هنا مع عبد القادر طبعا الباص الكبير جدا والجميل جدا من قفشه كمان الحقيقه قفشه يعني رجل المباراه بالمناسبه امبارح 2 اسيست مهمين جدا نرجع هو شايف المساحه نرجع للصوره دي هتلاقي عبد القادر حتى بيشاور بايديه لقفشه صحيح يعني هي ده برضو لقطه ان احنا هو شايف المساحه اللي عايز يتحرك فيها وبيشاور لقفشه على المساحه ديت والجميل في الموضوع ان قفشه ان تايم في الوقت المناسب في المساحه المناسبه والاجمل طبعا هدف جميل لاحمد عبد القادر طبعا يعني انت تهاجم المساحه ان انت توسع مساحات لزمالك التحرك بدون كوره يعني فعلا هدف امبارح بيورينا اللعيبه واقفه على رجليها فاهمه مركزه الشغل ده شغل مدرب في طبعا تدريب عليه بشكل كبير جدا ومتكرر بشكل كبير جدا دي قدرات فنيه كواليتي اللاعبين ارتفع بشكل كبير جدا صحيح. من لاعب لاخر لا شفنا التحسن والتطور عند كل لاعب مش ما فيش لاعب بلا استثناء الا وهو جاهز بينزل بيصنع الفارق زي ما شفنا حتى نزول تاو ونزول طبعا اللعيبه في الشوط الثاني عملت طبعا بشكل يعني غيرت شكل المباراه ادت طبعا قوه هجوميه كبيره جدا كان ممكن طبعا نخلص المباراه امبارح اكتر من 3 أهداف و5 وكان شريف عنده فرصه كبيره جدا حتى يلحق هداف بهداف الدوري وينطلق من هذه المباراه يا كابتن محمد بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده بتشرفنا وتنورنا وان شاء الله باذن الله دايما معانا ويعني بتطري العمليه التحليليه في المحترف شكرا جزيلا شكرا كابتن شكرا لسه لينا حديث مع نجومنا الكبار الكابتن عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديدي لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه بنرحب مره ثانيه وثالثه بضيوفنا النهارده طبعا الكابتن عادل طعيمه والكابتن عمرو الحديدي. الكابتن عادل قبل الفاصل كان معانا محمد الباز والحقيقه الاحصائيه اللي اظهرها ان بعد مباراه سان داونز وهزيمتنا امام سان داونز الحقيقه 16 مباراه عملناها ما اتغلبناش ولا مباراه كسبناهم ودخل مرمانا 3 أهداف ده اظن مؤشر كبير جدا ان يعني النادي الاهلي فعلا من الانديه البطله ذات الشخصيه اللي هو لما بتقع في مباراه بيرجع اقوى مما كان وده اللي حصل لشخصيه النادي الاهلي بتكاتف مجلس الاداره بامكانيات المدير الفني واللاعبين. شوف يا كابتن اي نادي يتغلب 5 انا كنت لسه هقول هتلاقي المدير الفني متغير بالليل يعني صحيح. ياخد شنطته من المطار على من الملعب على المطار يعني انما اللي حصل ان الكابتن الخطيب على طول كان معاه ومع الجهاز الفني ومع اللعيبه ودي عاده النادي الاهلي وده طبعا بحكم انه راجل لعيب كبير واداري كبير على طول بيبقى عارف احساس اللاعب وعارف ان هناك ضغط غير طبيعي في عدد المباريات اللي احنا بنلعبها. انت بتلعب في كاس العالم للانديه 4 مباريات مع اكبر فرق في العالم وبتسافر 4 مرات الفريق الوحيد اللي بيسافر 4 مرات وبتلعب بقى مين؟ ريال مدريد وسياتل وفلامينجو يعني بتلعب فرق كبيره قوي في ايه؟ في 10 ايام. فضغط مباريات الى جانب برضو يعني لم الرابطه لم يعني توفق في الحته دي بالذات يعني ان احنا لعبنا المقاولين وعلى طول سافرنا فطبعا الحته دي مهمه جدا انك انت كاداره بتدي ثقه للمدير الفني والمدير الفني من خلال الاداره اللعيبه بتثق في المدير الفني ان الاداره متمسكه بهذا المدير الفني ومش هتغيره فانت على طول تبقى عارف ان انت في النادي الاهلي انت ترسم من ضمن التروس اداره جهاز فني وطبي واداري مع اللاعبين مفيش حد هيتغير انت بقى اللي تتغير للاحسن وانت اللي لازم تقف مع ناديك ولازم يبقى ليك تاريخ انت بتعمله من خلالك ومن خلال النادي ومن خلال الاداره. مفيش شك ان ال 16 مباراه اللي احنا كسبناهم
نتيجة كانت توفيق ربنا نمرة واحد. ثم القعدة مع الكابتن الخطيب كانت في غاية الأهمية، إلى جانب أن الراجل ابتدى يوصل لمرحلة أن أنا كل لعيب أنا عارف إمكانياته إيه. أنا ما شفتش على مدى سنتين اللي فاتوا حسين الشحات بيرجع عشان يدافع وبيقوم بدور الدفاعي وبيقوم بدور صانع اللعب زي ما الشهرين اللي فاتوا. ليه؟ الراجل ابتدى يطور من أدائه، ابتدى يداله ثقة، ابتدى يعمل أهداف ويجيب أهداف. سنة الأنانية ما بقتش موجودة، يعني كل واحد بيحس ان هو بيدي لزميله، وهو حتى لو هو 80% بيدي لزميله، ولو هو 82% بيديها له. فطبعا الحته دي الى جانب اوضه اللبس مسيطر عليها سيطره قويه جدا من خلال الحب، مش من خلال اوامر، مش من خلال عقوبات، لا مفيش الكلام ده. الى جانب طبعا الجانب الفني، سيطره على نص الملعب كابتن هاني في غايه الاهميه. احنا امبارح الشوط الاولاني ما اديناهوش كويس، ليه؟ كان هناك نقص في نص الملعب، ما كناش مسيطرين السيطره. الشوط الثاني ابتدت السيطره تبقى موجوده، ابتدت الاهداف تبقى اكتر، ابتدت الاستحواذ يبقى اكتر، نتيجه ان انت برضو العناصر اللي ما كانتش بتادي الدور الدفاعي ابتدت نزول ديانج، وابتدى تغييرات في الهجوم، ابتدى زي ما انا متوقع في الماتش اللي جاي هيعمل توليفه في غايه الاهميه، بحيث ان هو هيحضر للماتش بتاع الدوري. صحيح هو بيفكر في الكاس، لكن في نفس الوقت هيبقى بيحضر لماتش البنك الاهلي. فطبعا دي هتبقى مهمه جدا. عمليه تحضيريه بتاخد مساحه من التفكير. وهرجع ليك كابتن عمرو، وانت شفت يعني تقيمت بقى، قول لي المباراه دي ازاي، ايه اللي كسبناها من مباراه حرس الحدود، ايه اللي نخلي بالنا منه وطلعنا بين هذه المباراه. الكابتن اتكلم على مباراه في الكاس، وما ادراك ما كاس، يعني مع النادي الاهلي، ولكن مباراه الكاس ملهاش امان، وممكن جدا لا قدر الله لو نازل مستهتر او مش دماغك ممكن المباراه تاخدك لسكه تانية خالص. وبالتالي عايزك تقول لي ازاي ممكن كولر يتعامل. تقول لي الاول افضل ما شفته في مباراه حرس الحدود، وايه كمان كان عيوبنا، وتقول لي التحضيرات للفتره اللي جايه سواء على مستوى الدوري، وازاي خلال ان شاء الله 4 مباريات يتوج النادي الاهلي بالدوري رسميا. يعني بص يا كابتن هاني، اول حاجه الراجل اللي بدا بيه مباراه الحرس اللي انتهى منه في مباراه الوداد، الخمس غيارات اللي كانوا موجودين في مباراه الوداد هو اللي بدا بيهم المباراه. هم خمس لعيبه موجودين في الملعب: شريف، عبد القادر، قفشه، السليه، رامي ربيعه. بدا بيهم، عمل ربط بسيط ما بين الخطوط وبعضها. عايز مصدر الامان جنب الشناوي بقى عبد المنعم، مش ياسر ابراهيم، مش هدي ياسر ورامي مع بعض، هدي عبد المنعم، وخدت من عبد المنعم مده معينه زمنيه 75 دقيقه، وبعدين هدي ياسر. فكر في خالد، قال لي خالد انا استهلكت هاني بقى لي فتره طويله قوي، اشتغل بقى شغلك والمكان اللي انت محبب ليك، اربط ما بين الشغل الدفاعي والهجومي بينك وبين قفشه وبين طاهر. مزبوط. علي معلول زي ما هو، قال لعلي اشتغل على الهجمات كل 18 دقيقه، اطلع اعمل كروس باس، وخلي عبد القادر يشتغل اللي انتهى منه وكان بينقل من الدفاع للهجوم في مباراه الوداد. السليه وقفشه خلاهم هما الاثنين الارتكاز اللي الكيمياء بتاعتهم لايقه مع بعض، اشتغل في نص الملعب وسيب القندوسي يشتغل بحريه. خد من الشوط الاولاني الضغط اول 10 دقائق، احرز هدف، غلط مدافع الحرس، تابع فيها طاهر، احرز منها هدف. بدايه الشوط الثاني اشتغل بشكل مختلف، اما السليه خرج للشد، لاعب ديانج دور مروان، بقى ديانج على يمينه خالد، على شماله معلول، وادى اريحيه لاربع لعيبه للامركزيه اللي هو طاهر وعبد القادر وقفشه والقندوسي وشريف. احنا شفنا الباص اللي اشتغل منه عبد القادر من اقصى الشمال لنص الملعب لكتري، بقى في القلب بدون مراقبه اشتغل واحرز من الهدف العالمي اللي احرزه عبد القادر امبارح. وخد من قفشه الخمسه 82 دقيقه مان اوف ذا ماتش، تكالينج، ضغط، اسلوب، غيره، اشتغل منه في حته معينه، وقام غير قفشه عشان يريحه اخر 10 دقائق او 8 دقائق، ادى فخري. صحيح. وقام مدي لشريف، قال لك قام مدي نبض قديم في الملعب، ادى تاو، رغم ان كان حسين الشحات بيسخن وتسخينه كان باين قوي انه هيغير، الراجل خد بقى، قال لك ياسر على حساب عبد المنعم، السليه لاصابته على ديانج، قفشه فخري، عبد القادر يكمل، طاهر يكمل، شريف، بيرس تاو. وعمل التوليفه بتاعت الربط ما بين كل اللعيبه دي، انتوا رجلكم في ملعب مباراه الوداد وما قبل الوداد. اشتغل يا كابتن هاني من مباراه اسوان، اما عمل لنفسه معسكر من لا معسكر، يعني اشتغل من مباراه اسوان، رحنا لعبنا ماتش القطن كسبنا 4، بعد كده ماتش الهلال تركيزي، اشتغل ايه؟ ماتش الترجي، ماتش الرجاء،
كل ماتش بيشتغل بيه بملف معين بيخرج بنتيجه ايجابيه. اللي خرج منه كولر في كل ده ارتفاع مستوى الاداء البدني للنادي الاهلي. انت بتجر الفرقه دلوقتي اي فرقه بما فيهم مباراه الوداد بما فيهم مباراه الترجي باخدك لل 90 دقيقه بتكون انت الشوط الثاني وقعت مني بدنيا. عنده من الحلول من لعيبه داخل في الملعب بالربط ما بينه وما بينهم بيحلوا. اول مره في تاريخ كولر ما يقومش من على الدكه امبارح ويشتغل من على الخط، ما اشتغلش الا بعد 12 دقيقه من الشوط الاولاني ورجع قعد تاني. كان الاول من بدايه المباراه من بدايه التسخين بيقف على الخط ويبتدي يوجه. امبارح كان توجيهاته كلها سلامات للعيبه اللي خارجه للاطمئنان عليها. خرج كمان الربط ما بين اللعيبه وبعضها، يعني انت لما تجيب قفشه من بعيد قوي كنت بتدي له 10 او 12 دقيقه يبقى موجود في الملعب، لمان اوف ذا ماتش راجل بيضغط بيعمل تكالنج راجل ده بيدخل لعيب خلاص في المود يعني كل لعيب انا موجود. يعني مهم جدا كابتن عادل، مهم جدا ان تحسس اللعيب انك جزء من هذا النجاح وجزء مهم جدا في خطتي حتى لو عدد الدقائق قليله. عمرو اتكلم على بعض العناصر اللي كانت بعيد شويه، مش بعيد كتير يعني بتاخد عدد مباريات اقل، زي قفشه. شايف قفشه ازاي وازاي يقف او يبقى الحته دي عنده بقى سبورت بالنسبه له انه كمان يبقى مستواه؟ عارفين قفشه مستواه كان افضل من كده بكتير، ولكن رجع تاني وبدا يطلع قفشه القديم اللي احنا عارفينه. ازاي يمسك في ديت وازاي نستعد لمباراه كاس، مباراه مختلفه تماما عن مباريات الدوري، مباراه امام منتخب السويس اللي حتى يمكن مش هيلعب في دوري المحترفين، هو في الدوري الدرجة الثانية السنة اللي جاية. وبالتالي تاني هنرجع لعملية التحضير الذهني والتحضير البدني. وشايف مين من وجهة نظرك اللي ممكن ياخد من اللعيبة اللي ما خدتش عدد دقائق كتير الماتشات اللي فاتت؟ سؤال رائع، لأن هو الراجل ما بيعاقبش. يعني قفشة في فترات كان فيه هبوط، الهبوط ده كان نتيجة حاجات نفسية معينة، حاجات بدنيه معينه، في دور ما كانش بيقوم بيه، فهو الراجل ما بيعاقبش الا بيقعد احتياطي بره السكور كنوع من التحفيز علشان يوصله للمرحله ان انت تدي لفرقتك 100%. ده بيخلي اوضه اللبس سيطره كامله جدا وحب كامل جدا، لان انت لما بتقعد وبيديك في اوقات معينه. يعني انت في ماتش الوداد في المغرب بيدي القفش قمة الثقة طبعا. طب انت في الماتشات قبل كده ما كنتش بتديله، معناها ايه؟ ما بقول لك يا قفشة، اذا انت اديت الدور الدفاعي بتاعك زيك زي زمايلك واديت الواجب الهجومي بتاعك والميس باص بتاعك يبقى قليل جدا في المباراة، تعملش هجمات مرتدة على زمايلك، انت هتبقى نمرة واحد عندي. فعملية التطوير ديت هو بيديها له من خلال الحب، مش من خلال كرباك او من خلال خصومات او من خلال تكشيره او فده طبعا صحيح. ده اسلوب الراجل بيتبعه، اسلوب مهذب جدا، راقي جدا، هادي جدا. في كل الماتشات العصيبه اللي احنا شفناها ما شفناهوش في مره تعصب، اللهم الا يقول لك هاو هاو. يعني ايه؟ يعني الحكم ظلمه ظلم باين فيقف ويشاور بايده. هو هادي جدا جدا فده طبعا بينعكس على اللعيبه لدرجه يعني عمرنا ما بنشوف لعيب في النادي الاهلي بيروح يشوح لحكم ولا بيروح مثلا يعترض اعتراض، على الرغم بيبقى لينا فاولات او لينا ضربات جزاء واو الاخر، ومع ذلك وده طبعا نقطه يعني انا بعتبرها نقطه سلبيه، لان في كل فرق العالم برضه لابد انك انت تروح تقول للحكم ان في حاجه معينه. يعني امبارح الراجل الفيرود بتاع حرس الحدود دخل بالستارز في بطن الشناوي، ازاي دي ما فيهاش طرد؟ ولا لعيب راح اعترض. طب دي حد زميلك، فانا المفروض ان انا مش هعترض ان انا هشوح وان انا اروح اتخانق مع الحكم، بس اوجه له ان الراجل دخل بالستارز في بطن الراجل. دي برضو من ضمن الحاجات، لكن هو الراجل بحييه جدا على هدوءه، على ادائه، على انه بيدي كل واحد من اللعيبه حقه وبيطور كل واحد. النهارده عبد المنعم في جزئيه فيها نوع من التعالي شويه يبتدي يصلحها من خلال التركيز ومن خلال اعاد معاه باستمرار ان انت احسن مدافع في افريقيا حاليا، فانت لازم تاخد بالك الغلطه، وحضرتك مدافع كبير طبعا، ايه اللي بيقوى كابتن عمرو يعني مدافع كبير، ايه اللي بيحصل؟ الغلطه بتاعتك ما بتتنسيش صح، الفيرود ممكن يضيع اي حاجه يعني الا المدافع، فانت تطلع من المباراه 90 دقيقه ما فيش ذره في قلب شك اي جمهور
ان انت ممكن تعمل خطوره على فرقتك. ماتش الكاس اعتقد ان معظم اللعيبه الاساسيه هتبقى على دكه البدلاء. هيحتاجهم في تغيير في الشوط الثاني اذا احتاجهم. لكن معظم الناس اعتقد مش هيبدا بيها المباراه، وهيدي دفعات زي الماتش اللي فات، هيدي دفعات لبعض اللعيبه اللي هي اخذت زي خالد وزي ياسر وزي الدبيسي ممكن هيبدا بيه، لانه حط احتياطي نزل اخر ربع ساعه بالظبط. فاعتقد انه هيبدا بيه وعلي، لان عندك ماتش مهم جدا في الدوري مع البنك الاهلي. طبعا رامي محتاج انه يلعب في وسط الملعب، هيبقى بيبدا بديانج، هيبقى فيه قفشه، ممكن ديفندر تاني، وبرده بره يبقى مروان كبديل، هاني يبقى بديل، بحيث ان انا برضو بتاو ممكن يبقى بديل. ليه؟ لانه هو عايز يبقى رجليه في الملعب. ممكن جدا حتى لو انا كسبان 3-4 باذن الله تعالى هعمل ايه؟ هخلي الناس دي رجليها في الملعب. يعني ادي بتاو امبارح ربع ساعه و10 دقائق، ايه المانع ان انا بكره يوم الاحد ان شاء الله اروح مديله كمان هاف تايم، بحيث ان انا رجلي تبقى في الملعب. كذلك كهربا، يقسم المباراه ما بين شريف وما بين كهربا، انهي هياخد اكتر وهكذا. ودايما يا كابتن هاني هتبص تلاقي كل تغييراته لا يمكن تبقى قبل الدقيقه 60 على طول، بعد الدقيقه 60. هو ملحوظه برضه كابتن عمرو ان هو وساعات الناس تقول لك المفروض يغير في بعض المواقف، لازم يغير مثلا ما بين الشوطين، لكن هو عنده تريث كبير قوي في الحته ديت، ان هو الاول كان من الدقيقه 75 دلوقتي لا، بدا يعني ياخد باله شويه ويبدا تفكيره يبقى لا في الدقيقه 62 الدقيقه 60 يبدا يغير. العوامل دي تتوقف على المباراه، تتوقف على اداء اللعيب، تتوقف على الدكه اللي عندك، كل دوت يعني من خلال سيناريو معين في المباراه. خلينا الاول نطلع لفاصل وهرجع لك كابتن عمرو في الجزئيه ديت، عمليه ازاي يبقى الروتيشن مباراه الكاس. احنا بنشوف مباراه الكاس مثلا في اوروبا ممكن 8 9 من اللاعبين اللي ممكن يكونوا صغيرين او تحت السن او ما بيلعبوش كتير ممكن يكونوا موجود. هل السيناريو ده يتطابق مع النادي الاهلي في مباراه الكاس؟ هنعرف الاجابه مع ضيوفنا الكبار بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. من خلال الارقام اللي شفتوها دلوقتي، رقم وقفنا عنده محمد الشناوي كلين شيت او شباك نظيفه مكتوب 17، بامبارح بمباراه الحرس 18 كلين شيت، الاكثر كلين شيت على مستوى الدوري. عايز اخد من حضراتكم جزء عن الدوري المصري، وشايفين ازاي صراع الهروب من القاع، وبعد كده ننقل على كمان نكمل حديثنا على مباراه النادي الاهلي مع منتخب السويس. هبدا بيك يا كابتن عادل، منظومه دفاعيه ولا قدرات فنيه؟ كلين شيت لمحمد الشناوي في 18 مباراه في الدوري المصري. لا، هي مش بتبدا بالشناوي، هي بتبدا بكهربا. صحيح. فهي كهربا مع كل الفريق، الفريق كله بيدافع جيد كمنظومه، يعني كمنظومه كلها. وزي ما انا قلنا قبل كده ان الفريق بيدافع بكتله واحده، بيضيق مساحات، بيعمل ضغط مكثف على الفريق، واحيانا يبقى الراجل عنده وصل للعيبه ازاي يعمل عمليه الضغط من غير الكوره ما تعديه. يعني انا بعمل ضغط، الكوره لو عدتني خلاص بسيبها وابتدي ارجع في نص الملعب بحيث ان انا محدش يخترقني. شبهتها انا بالاستيك، ان انا بعمل عمليه الضغط ثم بعمل عمليه سرعه الارتداد وانا بدافع وانا بهاجم. فالحته دي بتبقى في مهمه جدا، الى جانب ثلاثه في نص الملعب بيعملوا ستاره قويه جدا قدام السردباكين، الى جانب الاطراف لما بيزيدوا بيبقى في عمليه تامين، الى جانب هتلاقي تاو وحسين الشحات وطاهر وعبد القادر بيقوموا بدور دفاعي. وشفنا قبل كده عبد القادر في بعض الماتشات كان بيرجع ورا علي معلول وبيطلع في الكورنر في ماتش بيراميدز، بيشوف بيرسي تاو بيبقى مع هاني او مع خالد بيقوم بدور بيبقى ورا هاني وبيدافع ورا هاني. فطبعا كل الامور ديت بتساعد الشناوي، الى جانب طبعا ما نغفلش دور الشناوي ان هو كابتن الفرقه. طبعا في كرات بتبقى زي امبارح في كره في غايه القوه وجوه 6 يارده، سرعه رد الفعل بيطلعها كابتن دهانه، ايه ما فيش متر ونص ومع ذلك بيطلع بيطلعها من تحت العارضه. دي كلها طبعا خبرات، الى جانب في كور تبقى قويه جدا ومع ذلك بيتصدى ليها، بيدي ثقه لزمايله. حتى الفريق المنافس بيبقى عارف ان هو الشناوي واقف هيبقى علشان اشوط فيه او اعمل
اجيب فيه جول يبقى بيفكر. طبعا الموضوع بيبقى صعب، بيبقى فيه خضه كده وفي رهبه فنيه عاليه طبعا أكيد. وانا اتفق معاك كابتن، و يعني طبعا الكلين شيت مفيش، احنا بنلعب كره قدم، اي تقييم لاي لاعب بيكون تقييم جماعي على مستوى المدافعين. مثلا بنكون نقول محمد عبد المنعم ده من احسن مدافعين في افريقيا وفي مصر، هتلاقي السيرد باك اللي جنبه شغال معاه بشكل كويس، هتلاقي الديفندر اللي قدامه بيشيل معاه بشكل كويس، ده بالاضافه لامكانياته الفنيه الشخصيه، قدراته الفنيه، قدره اللعيب نفسه. نفس الكلام محمد الشناوي، لا احد يختلف على قدرات محمد الشناوي الفنيه كراجل عنده كل مميزات حارس المرمى، ولكن لا يغفل الجميع المنظومه الدفاعيه الجيده اللي يعني بيتسم بها النادي الاهلي من خلال تكتيك معين، من خلال التزام اللعيبه بالواجبات اللي بيفرضها مارسيل كولر. عمرو عايز اكلمك في جزئيه ثانيه خالص عن الدوري، الصراع القوي جدا في جدول الدوري المصري من المركز العاشر لغايه المركز قبل الاخير، خلاص حرس الحدود هبط رسميا، الكل متخوف والكل قلقان، والمباريات القادمه مباريات يعني مباراه كؤوس والنقطه بتفرق. رؤيتك للجزئيه دي ايه، ومين الاقرب للهبوط لدوري المحترفين مع حرس الحدود؟ بص يا كابتن هاني، كل فرقه بتفكر اللي زي ما بيقولوا اللي جمع من نقاط بدري جمع، خلاص دخل في طمانينه منتصف الجدول وطمن نفسه من بدري. كل اللي موجودين دلوقتي من العاشر بعيده. بس كابتن عمرو خلي بالك، احنا لو رجعنا كده يعني نتكلم مثلا على فرقه زي المقاولين، كانت في كابتن شوقي عمل شغل كويس قوي وبعدين خلاص خرج من الدايره دي. غزل المحله كان خلاص الناس مطمنه ان غزل المحله موجود وبعد عن الدايره دي، رجع لها تاني. اسوان في وقت من الاوقات بنتكلم اسوان كانت في المركز التاسع ورجع للدوامه دي. البنك الاهلي في مقدمه الدوري في بعض المباريات في بدايته ولكن بيخش في الدوامه. يعني العمليه راحت وجت مع فرق كتير جدا في الدوري المصري، من عمليه استقرار لعمليه رجوع تاني. فالامور دلوقتي بقت زي ما بقول لك، الفرق ما بين المركز العاشر اعتقد البنك الاهلي واسوان اول المركز ال 15 ماتش، اربع نقاط ماتش، اتكلم على مباراه او وحسب النتيجه الثانيه. لو انا بلعب مثلا البنك بيلعب وعمل درون، لو اسوان كسبت الثلاثه بونت راح من ال 29 ل 32. يعني شفت ازاي دوت عدم استقرار للانديه ديت، عدد مدربين كتير راحوا وجم. الاسماعيلي على سبيل المثال كان في القاع وبعدين طلع وبعدين دلوقتي بيعاني تاني. يعني الحقيقه الدوري المصري السنه دي لغز بالنسبه للهابطين للدوري المحترفين الحقيقه، لان زي ما بقول لحضراتكم في فرق كانت مطمنه تماما وبعدين مباراه تخسر تغير مدرب فيجي شكل تاني فيرجع ثلاث اربع خطوات للخلف، وامثله كثيره عن كده. هل ده تاني لعمليه ان مفيش استقرار على مستوى الاداره الفنيه للانديه، كل الانديه اللي يعني كمان فريق الاعدادي حضر لنا كمان الانديه وقد ايه من الانديه استخدمت مدربين او مرت خلال السيزون ده بكام مدرب؟ هل ده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي انا بتكلم عليها؟ بص يا كابتن، يعني على مدار المدربين هتلاقي اربع او خمس مدربين في كل فرقه على مدار الدوري باستثناء مدرب او نادي او اتنين غير مدير فني واحد بس. صحيح. هتلاقي اربع مدربين وخمس مدربين وثلاث مدربين. مثلا هنقول اقرب حاجه كان البنك، في الوقت اللي البنك كان محتاج فيه جاب بابا فاسيليو بتاع الغزل المحله، حصل ركود غزل المحله، ما صبرش جهاز الاداري الغزل المحله عبد الباقي جمال يصبر نفس الفكر بتاع الراجل ويشتغل، ابتدى يفقد نقاط. ابتدى دلوقتي اهو يعني بتتكلم مثلا الزمالك خمس مدربين، الزمالك خمس مدربين، المصري اربع مدربين، انبي اربع مدربين، الاسماعيلي اربع مدربين، طلاع الجيش اربعه، سيراميكا اربع مدربين، البنك الاهلي اربع مدربين. البنك الاهلي كان في وقت من الاوقات يعني من الانديه اللي فوق المنتصف بالظبط، فاركو ثلاث مدربين، غزل المحله اللي لسه تتكلم عليه ثلاث مدربين، بيراميدز اثنين مدربين، اسوان على سبيل المثال في وقت من الاوقات مع كابتن ايمن الرمادي قلنا خلاص الامور استقرت في اثنين مدربين، سموحه اثنين مدربين، الداخليه اثنين مدربين، حرس الحدود كمان. فده عمليه يعني كتير قوي، يعني اربع مدربين في موسم او خمس مدربين في موسم واحد. خدت بالك كابتن هاني اللي فوق في الاول اللي ذكرتهم دلوقتي حضرتك من الجدول خمسه واربع مدربين. صح. والفرق اللي ابتدت تهيئ نفسها للاستقرار والهدوء اثنين مدربين. صحيح. واللي حجز لنفسه مكان في الجدول ثلاث مدربين. بص النسب بقت عامله ازاي يا كابتن، يعني الزمالك خمس مدربين،
بص من فوق بقى بيراميدز اثنين مدربين، مفيش جينيوس توفيق باتشيكو، يعني عايز استقرار بس. اللعيبه اللي موجوده مثلا زي ما بقول لك خمس مدربين كمان على مدار موسم واحد كتير، راح وجي مرتين، في مدربين مؤقتين كانوا موجودين، فالاجمالي يعني خمس مدربين احترافيه. كابتن هاني من مجلس اداره زي ما كابتن عادل قال، اللي حصل مع كولر هنتكلم عن نادينا، الراجل عارف بعد مجلس اداره، كابتن محمود عارف بعد المشروع اللي حطه. الراجل اول لما حصل تهاون او رجوع في مستوى في مباراه سان داونز، رجع لاصل الموضوع تاني، وكانت بيقولوا الجلسه الميقاتيه لحسم الموقف لرجوع كولر لفكره تاني، رجع تاني والراجل اشتغل. اما هيأت لك الفيلم اللي انا عامله او المشروع اللي انا بوضعه للنادي الاهلي اللي هو الاحترافيه، عايز حضرتك ترجع لنبض الكره المصريه، الكره الافريقيه عايزه ايه؟ الهدف من النادي الاهلي يوصل ويتوج ازاي؟ اما بخلص بطوله عايز الثانيه، اما بخلص الثانيه عايز الثالثه. يمكن واحنا مع حضرتك هنا يا كابتن هاني، الراجل قال جمله في مؤتمر، قال لك انا جعان بطولات، عايز كل بطوله اشترك فيها احققها. الراجل بيعمل لنفسه اسم كبير مع النادي الاهلي، الراجل عايز يحقق حاجه معينه لطموح النادي الاهلي وطموح مدير فني، كل واحد فيهم طموحاته للتحقيق متوفره. لعيبه عمل لها روتيشن بكلمه، مفيش اللاعب الاوحد، اللاعب الاوحد اللي في الملعب، اللاعب الاوحد اللي بيأدي، اللاعب الاوحد اللي مستواه ثابت، وصل لده كله. اللي احنا شايفينه بقى على مستوى الدوري، مدير فني خسر مره اتنين يستبعد ويروح نادي تاني، كميته تليق في عز ما كان في ظروف موجوده. كابتن طارق العاشري قيمته لقت مع فاركو، كابتن رضا شحاته كان في الداخليه راح في الجهه الثانيه، قام رايح غزل المحله. حاجات بص يا عمرو، انا يعني متحافظ على موضوع الكيمياء ده، يعني الكيمياء مع المدربين اعتقد هي ظروف، ويعني هي استعدادات، جزء من التوفيق والحظ لازم يكون طبعًا موجود مع المدربين في الانديه. لكن هو زي ما بنتكلم دايما، هي رؤيه مجلس اداره بالنسبه للمدير الفني، اقناع مقتنع بيه بشكل كبير، يبقى لازم يكمل حتى لو النتائج مش مساعدك في الاول لنهايه الموسم. اه طبيعي ده لنهايه الموسم. كابتن عادل، عايز اخدك في الجزئيه الاخيره للكاس، هل تفتكر ان كولر مستر كولر هيدخل عناصر كتير جديده او ما كانتش ليها عدد دقائق لعب كتيره في مباراه كاس مصر المباراه القادمه يوم الاحد امام منتخب السويس؟ شوف يا كابتن، الراجل ده عارف ان بطوله الكاس في غايه الاهميه طبعًا. زي الدوري لن يعمل اي حاجه تمس البطوله او يشك في التشكيل او يبقى يعني عنده الرساله دي لو لعب بتشكيله مختلفه، ده هيدي رساله للاعيبه ان البطوله دي بالنسبه لي مش مهم. بالعكس، انا بقول لك ان بكره الدكه هتبقى 6-7 اساسيين موجودين على الدكه بكره يوم الاحد، اسف يوم الاحد هتبقى على الدكه، بحيث ان انا بدي رساله للراجل اللي في الملعب، اللي اعد لك بديل انت خالد، اعد لك بديل هاني، طب قفشه انت بديل بتاعك فلان، مروان انت البديل بتاعك ديانج اهو قاعد. فالرساله دي هتوصل من خلال الماتش، لان عندنا اربع ماتشات في يمكن 12 يوم صحيح. كل 3 ايام، وبالتالي هو بالتالي ما بيفكرش في الماتش ده بس، هو بيفكر كمان انا عندي ايه بعد كده، يعني عنده يوم الاحد وبعدين كمان 3 ايام عوده لمباريات الدوري، وخلال 12 يوم بتلعب اربع مباريات، وبالتالي دايما الحسبه مش على مستوى مباراه لكن على مستوى 3 4 مباريات جايه. شوف كابتن هاني، هتبص تلاقي مثلا مروان مريحهم من بعد مع المنتخب، حسين الشحات صحيح، ديانج لعبه 10 دقائق، كهربا مريحه خالص، هاني مريحه خالص، لانه عارف ان هو جاي من المنتخب وجاي من سفريه وجاي من ماتش الوداد، ف راحه كامله، بحيث ان انت داخل على الماتشات الدوري. ماتش بكره، ماتش بعد بكره، انا بعتقد انه الراجل هيلعب، مش هيغير برضه كتير غير في حاجات معينه، تشكيل هيبقى قوي جدا، الدكه اللي هتبقى قويه جدا، بيلعب الشوط الاولاني وبيدي حافز للاعبين اللي هيبتدوا بالمباراه، وعارفين ان الدكه بره هتبقى لو حصل لا قدر الله اي حاجه هتبقى الدكه موجوده، الى جانب جزء كبير جدا انه بيجهز اللعيبه ديت ان رجليها تبقى في الملعب علشان ماتش يوم الخميس، او هيبقى الاربع ماتش الخميس الحد، عندنا 2-3 وهنلعب الاربع، هنلعب الاربع يعني الخميس على طول، يعني لا الخميس مزيد. الخميس فماتش الخميس اعتقد هيبقى بيجهز من ماتش يوم الاحد
ليوم الخميس ان انا هدي مروان هاف تايم مظبوط، هدي الكهرباء هاف تايم، عندي شريف وعندي كهرباء 45 دقيقه انا 45 دقيقه او 60 و40 وهكذا، بحيث ان انا شايف كابتن عمرو عمال تقريبا بيحط التشكيل بتاع يوم الاحد صح؟ صح؟ خدت بالي كده يعني، خدت بالي من توزيعه ايديك، لو بتكتب حاجه قول لنا برضه رؤيتك، لو يعني شايف رؤيه معينه للتشكيل يوم الاحد. الراجل بيشتغل من اللي بينتهي منه من مباراه زي مباراه الحرس بيبدا بيه مباراه السويس، هيبقى اطمن على علي معلول هيدي الدبيس عشان يبقى فيه كيمياء قريبه عشان افكر لعلي في مباراه البنك. ماشي. خلاص انا اطمنت على عبد المنعم فهدي الرامي وياسر عشان يبقى فيه كيمياء لايقه ما بينهم في حته خط الضغط. خالد عبد الفتاح زي ما هو هيكمل مع الوضع في الاعتبار، الكدمه اللي خدها الشناوي هفكر في حارس، انا اطمن على الحارس بتاع الفتره اللي جايه. هفكر في حارس اذا كان علي او مصطفى شوبير. شوبير خلاص اللي حصل في مباراه الوداد يطمن اي مدير فني ان انا عندي ذخيره من حراس المرمى اللي تطمني في اي وقت. صحيح. طيب. وجود قفشه، وجود أيوة. الديانج عشان الديانج هيريح، انا عايز مروان في حته معينه، انا خدت حاجه. طيب انت بتتكلم، خلينا نتكلم على تشكيل لسه، موضوع الشناوي نتاكد من سلامته، هو عنده اثنين اوبشن، يا اما يحط علي لطفي يا مصطفى شوبير. تمام. خالد عبد الفتاح، ياسر، رامي ربيعه، الدبيس. الدبيس. طيب قفشه وديانج، طاهر وعبد القادر. طب استنى بس عليا بالرحمه. طاهر وعبد القادر تاني. تاني. يعني عشان انا عايز بيرسي. لا انا عايز معدل بدني. هدي البيرسي بعد ما حقق في الشوط الثاني الايجابيه بالظبط. اوكي. القندوسي شريف، وممكن تبقى القندوسي تاو اللي نهى منه المباراه امبارح الفيرويد الشادو سترايكر، كان شريف بره قام منزل تاو فيرويد. أوكي. اللي هو واللي جات له راح بيها مرتين. اوكي. يبقى القندوسي عامل اساسي من مباراه الحرس، هيبقى موجود في وجود اثنين ارتكاز، قفشه وديانج على يمينه، طاهر على شماله عبد القادر، الراس المثلث بتاعتهم القندوسي وفيرويد. يا شريف هبدا بيه، يا اما هدي التاو، ومع وجود الغيارات هدي اجزاء معينه على المباراه. طيب ده على مستوى التشكيل. كابتن مين من الاسماء غير اللي بدات في التشكيل اللي يعني اللي بيتوقعه كابتن عمرو بيكون ليه مشاركه؟ هل تتوقع ان ممكن جدا مثلا بعد 60 دقيقه يدي محمد هاني؟ ممكن يكون موجود. الجزء الاخر، هل كهربا ممكن يكون ليه دور على حساب يا اما محمد شريف يا بيرسي تاو؟ هل حسين الشحات كمان هيكون ممكن ليه دور لو ما كانش متواجد بصفه اساسيه في المباراه؟ الشكل العام او اللعيبه اللي انت شايف حضرتك ان هم من الضروري ان يكونوا موجودين. الاسماء اللي حضرتك قلتها دي كلها هتلعب بكره، بس هتلعب قد ايه؟ ممكن واحد يلعب شوط ثاني، ممكن واحد يلعب 60 دقيقه، لكن كل واحد من اللي حضرتك قلتهم لازم بكره. يعني انت لازم تقول ان الشحات ياخد جزء، كهربا ياخد جزء من المباراه. ما اعتقدش انه يبدا بتاو، لان تاو ورقه رابحه، ما اعتقدش انه ممكن يبدا بيها، لان هو يلعبه بعد ما يطمئن النتيجه علشان الاصابات، لانك انت اي اصابه في الوقت ده غير مستحبه، ولذلك ممكن الماتش يبقى فيه شويه خشونه ولا حاجه، فهو بيحافظ على اللعيبه من خلال في طاهر طبعا هيبقى في القوه البدنيه وفي الالتحامات والحاجات ديت. طب انت تتفق مثلا مع كابتن عمرو انه يبدا بديانج وقفشه، ولا يبدا مضطر يا كابتن، او يبدا ب مروان، يعني يدي مروان بعدين يريح الشوط الثاني، او يدي مروان الشوط الثاني؟ انت ما جبت سيره مروان خالص، يعني ممكن ما يلعبش، هديله ما بداش بيه. ماشي. اوكي. ما عملش غلطه نادي ماتش المقاولين اللي كان هنا زي ما الكابتن عادل قال قبل ماتش سان داونز، اديت للفرقه الاساسيه كامله. انا ما بقولش الفرقه الاساسيه، ما لعبش الماتش اللي فات بالظبط، يعني ممكن جدا يكون ليه دور بس في الشوط الثاني. بالظبط كده. هو هيبدا اعتقد قندوسي مع قفشه مع ديانج، والمقدمه ممكن ده هيبقى شريف، بيدي لشريف تاني، وبيدي لطاهر، وبيدي لعبد القادر، ويبقى بره قاعد كهربا، وقاعد مروان، وقاعد تهاني، وبيرسي تاو، وقاعد حسين الشحات، وقاعد بيرسي تاو، وقاعد عبد المنعم، وقاعد مصطفى شوبير. عبد المنعم هيقعده احتياطي بحيث ان برضه لا قدر الله حصل حاجه، متولي مصاب وكده، مصاب بالظبط، فما عندوش حته تانيه. فاعتقد ان ده هيبقى التشكيل هيبدا بيه، ثم البدلاء دول هيبقوا موجودين. والله الماتش فيه سهوله والماتش ماشي، ما اعتقدش انه هيغير غير اخر ربع ساعه، اخر 10 دقائق لمجرد التغيير، هيروح مغير ثلاثه مره واحده زي ما بيعمل دايما، تغييراته ما بتبقاش واحد واثنين، دايما بيروح بدافع بثلاثه مع بعض، بحيث ان هو يعمل عمليه دفع قوي في جزء معين في المباراه، لما بيلاقي ان الاداء ابتدى يقل شويه او الضغط ابتدى يقل شويه بيبتدي يدفع علشان يحافظ على الجزء البدني من عملية الضغط، من عملية
الهجوم المكثف من عمليات سرعه الارتداد، بندافع كويس وبنهاجم كويس. فدي كلها امور اعتقد ان الراجل ابتدى يحط ايده عليها، واللي احنا كل حاجه كنا بنخاف منها بنبقى قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا، ان انت كسبان اثنين وفاضل 10 دقائق وبعدين بتروح بهاجم بكثافه عدديه جدا وبعدين تبص لهجمه مرتده يجي فيه الجول بدون مناسبه. طب انا كسبان اثنين ليه ما اعملش عمليه الاستحواذ؟ وده كابتن هينقلنا لنقطه خطيره جدا، ان حتى كابتن عمرو مباريات الكاس لا تامن ليها. مباريات الكاس اعتقد مشهد واحد، يعني منتخب السويس في اعتقادي الشخصي طول ما فيش اهداف المباراه رحل 0-0 هيكون في ضغوط على النادي الاهلي. وبالتالي ايه نصايحك ليه، او انت ازاي نخلص باللغه كده الكوره، ازاي نخلص على المباراه بدري؟ يعني زي ما احنا شفنا اول 10 دقايق في مباراه الحرس، الضاغط بين جميع الخطوط، تدفئه الخطوط من بعضها، التركيز العالي زي ما لعيبه النادي الاهلي فنشت المباراه، هتبتدي تستحوذ على مجريات المباراه وتنقل بقى والشكل الجمالي والسكور اللي يبقى موجود. المدير الفني للسويس هيقول لهم كلمتين، طول ما الوقت بيعدي انا ما كسبتش ما خسرش، حتى لو خدت النادي الاهلي ضربات الجزاء انا ابقى كسبان طالع شكلي كويس. الاهلي نفس الكلام، كولر هيقول اضغط من البدايه، احرز هدف واثنين عشان ابتدي اغير شكل وطريقه اللعب باسلوب، وابتدي اخد واطعم لعيبه النادي الاهلي عشان يبقى رجلهم في الملعب لمباراه الاطمئنان على ادائهم بدنيا وفنيا لمباراه البنك. هيبقى الراجل بيربط ما بين حاجتين، كولر ضاغط من البدايه ويحقق الهدف هدف واثنين زي مباراه الحرس، ممكن اتاخر الهدف شويه اما شاف اللامركزيه وضغط على لعيبه النادي الاهلي في غرفه الملابس بان شكل النادي الاهلي في مباراه الحرس. نفس الكلام مباراه السويس هيقول لهم احنا بنحقق المباراه رقم 18 كشكل عدد وليست بطوله. صحيح. عدد المباريات اكسب انهي ابتدي اغير في الشكل وابتدي يبقى عندي حريه. تملي النادي الاهلي على مدار وقته مع كولر بيغير من الدقيقه 65 ل 72 الا مباراه الوداد، اما حس ان نص الملعب فقد تركيزه في مباراه الوداد طعم بثلاث لعيبه نقلوا النادي الاهلي نقله كبيره، قفشه والسراي وعبد القادر، ونزل طعم جديد واسلوب جديد في التحرك اللي هو شريف، ونزل الامان في خط ظهر النادي الاهلي برامي ربيعه، ربط في الخمس حاجات. هو المره دي بقى هو عارف ان النادي الاهلي كله ال 34 لاعب شاركوا، يمكن شفنا ابعد واحد جه من مسافه بعيده قوي اللي اشترك في مباراه الحرس محمد فخري، اداله 15 دقيقه عشان يطمن على قفشه ان هو خد نجم المباراه مان اوف ذا ماتش، وفي نفس الوقت اداؤه بساطه ايجابيته غيرته تركيز لعيبه النادي الاهلي كله هيبقى باين من اول دقيقه. اخلص المباراه ان شاء الله، في نفس الوقت اغير شكل ان شاء الله أدائي. المباراه تخلص ان شاء بإذن الله تخلص على خير وتخلص بدري، مع احترامنا طبعا لفريق منتخب السويس. مباراه الكاس لا تامل ليها لكن بالتركيز، وان شاء الله الاهلي قادر على ان شاء الله باذن الله الصعود لدور الثمانيه. في نهاية حلقتنا طبعا بنشكرك كابتن عادل، بنشكرك شكرا جزيلا، دايما الواحد بيكون سعيد ان حضرتك موجود يعني. ربنا يكرمك يا كابتن. شكرا جزيلا. كابتن عمرو حديدي متالق دايما ويعني بنسعد بوجودك معانا. ربنا يخليك كابتن هاني، مبسوط مع حضرتك ومع الكابتن عادل يا كابتن. شكرا شكرا جزيلا. الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهاية حلقتنا النهارده في المحترف في الحصاد الدوري المصري، ان شاء الله لقائي مع حضراتكم يوم الاثنين اللي جاي وفي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.